أبو محمد، هل بدأ التسجيل؟ أبو محمد تسمعني؟ أسمعك أبو ريان، بس حط لي المقدمة وتوكل على الله. ما هو هذا الآن أنا جالس أرفع المقدمة. لا، أنت الآن مسوي مشاركة الشاشة. مشاركة الشاشة، لازم أغلق مشاركة الشاشة إذن. ها طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الجميع. أولا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وتوكلنا على الله. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني الأعزاء، ويا هلا ومرحبا فيكم في هذه الدورة اللي أعتبرها دورة مختصرة إن شاء الله سريعة، أحاول أني أوصل فيها المعلومة. أولا إن شاء الله أن الصوت مسموع للجميع، أني أحاول أني أوصل فيها المعلومات بالشكل المرضي والمطلوب بإذن الله، بإذن الله تعالى. مسموع؟ نعم، ممتاز. فبإذن الواحد الأحد، الدورة هذه هي كمقدمة، وأنا شايف بعض المستويات. أنا أستهدف، ولا خجل ولا عيب في مسألة أني أنا والله مستواي صفر، أنا أستهدف الصفر هذا أبيه. لذلك هي وضعت دورة اليوم لي 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 لهذه الشريحه من الاخوان، الاخوات والاخوان اللي مثلا محتاجين انهم يرفعون مستوى ادائهم في التحليل الفني. وعندما ننتقل من درس اليوم الى الدروس القادمه ان شاء الله، اذا ما عندك المعلومه الاساسيه مشكله، انك تنتقل من هنا الى التحليل الموجي راح تدخل في غابه ضياع. فاساسا يعني هو المطلوب ان ندخل في التحليل الفني من أساسياته، من الأساس يعني، ونأسس صح، ثم ذيك الساعة ننتقل إلى مراحل متقدمة. طبعا ندخل في الموضوع مباشرة، ندخل في الموضوع مباشرة، بس أنتبه لشغلة واحدة. أوكي، ندخل في الموضوع مباشرة. نتحدث عن التحليل الفني بشكل عام، والتحليل الفني، وعندما نتحدث عن التحليل الفني احنا نعني هنا التحليل الكلاسيكي البحث اللي معروف عند الجميع، الشموع اليابانيه وترند لاينز وغيره. ولكن بشكل سريع، بدون ما يعني احاول اني ما اطيل ان شاء الله، كيف بدا هذا العلم، ومتى بدا، ومن على اي اساس، كيف تاسس العلم هذا؟ وابتدا هو بالقرن السابع عشر، وكان يستخدم في محلات ومتاجر، هو يعني متاجر وعنده تجار وما تجار، واشهرهم ومن قام بوضع اسس لهذا العلم التحليل هو تاجر ياباني، وتاجر رز اللي تشوفونه امامكم هذا، هو تاجر رز اساسا، تاجر من تجار اليابان. فكان يراقب الأسواق والمزادات اللي تحصل على في سوق الجملة في الرز، المزادات يراقبها يوميا، ويراقب أسعاره وحركة سعرية بطريقة ابتدعها فنية جدا بشكل يعني أبهر الجميع. مثل ما انتم شايفين، هذا الرجل الياباني أو هذا التاجر هو مونيهيسا هوما، أو المعروف أيضا باسم ساكسو هوما، واللي ولد في عام 1724، لاحظوا انتم، وتوفي في عام 1803. لاحظوا الى اي زمن يعود التحليل الفني. وكان هذا تاجر ارز مثل ما قلت لكم، وذلك الوقت منتشره الى يومكم اكيله رز ما شاء الله. فكان الرجل يفكر بطريقة كيف يدرس فيها تحركات السوق، سوق الرز كل يوم، كيف يتحرك، كيف ترتفع الأسعار، ومتى تنخفض الأسعار. فأوجد الطريقة هذه، ألا وهي اللي هي الشموع اليابانية، واللي ما كان أحد عنده علم في أشياء، فهو ابتكر الشيء هذا. فأوجد الشموع اليابانية، وبدأ يرسم الشموع بأشكال معينة بناء على الحركة السعرية لذاك اليوم للمزاد. أوضح لكم بشكل أبسط.
هذا اللي مسك الورقة أمامه وقلمه وبدأ يرسم عليها ويقول والله اليوم في التاريخ هذا، في التاريخ هذا، وهذه الأسعار اللي هنا اليوم افتتح. طبعا لازم نعرف، راح نتكلم عنها هذه اليوم، راح نتكلم عنها يعني لا تستعجلون. اليوم افتتح المزاد عند السعر في اليوم هذا مثلا، عند السعر هذا هنا، هذا افتتاحه، ونفترض عند سعر 10.5، وثم وصل أعلى سعر إلى هذه المنطقة، ثم تأرجح بالمناطق هذه، واستمر يتأرجح ويتذبذب صعودا ونزولا إلى أن وصل إلى أدنى مستوى. وين كان أدنى مستوى؟ عند المنطقة هذه. ثم بظل السعر أثناء اليوم هو يتأرجح صعودا ونزولا بين أعلى مستوى اللي هو فوق وبين أدنى مستوى، وهذا سعر الافتتاح. فكلما أغلق سوق الأسهم، لا، الأرز ذاك اليوم على ارتفاع، يعني هذا سعر الافتتاح، وكان سعر الإغلاق فوق، أي عند افتتح عند 11 مثلا، 10.5، راح أغلق على 11، راح حط خط عند المنطقة هذه. فهنا اكتملت الشمعة عنده، فيقوم يغلق الصندوق بالشكل هذا ويضع خط اللي هو الأعلى سعر، ويوصل الصندوق هذا في أدنى سعر، وهنا تصبح عنده شمعة كاملة. فإذا حصل الإغلاق فوق الافتتاح، كانت الشمعة هذه بالنسبة له لونها أخضر، فيجي داخلها ويلونها أخضر. وإذا كان الافتتاح عند المنطقة هذه هنا، والإغلاق هو في الأسفل، يعني الأسفل، عارف أنه هنا في نزول في السعر، فيتجه إلى اللون الأحمر ويلونها باللون الأحمر، وتصبح عنده هنا شموع مثل اللي راح أوريكم بعد قليل إن شاء الله، اللي تشوفونها في الشارتات أنتم، عبارة عن شموع. واضح أمامكم الرسم من هذا اللي أرسمه، ولا لازم أشارك شاشة؟ واضح هذا ولا لا؟ واضح بريان، واضح. ممتاز. فأصبح لديه شموع متشكلة بهذا الشكل، اليوم اللي تغلق فيه الشمعة بشكل سلبي يعطيها اللون الأحمر، ويحسب منطقة أدنى سعر وين وصل وأعلى سعر وين وصل. ولو كان أعلى سعر هو عند نفس منطقة الافتتاح، خلاص ما لها ذيل فوق، راح نشرحها بعدين نشوفها مع بعض. ونفس الشيء يستمر كل يوم يرسم، فإذا افتتح اليوم اللي بعده على ارتفاع، فيصبح لونها هذه أخضر، في المنطقة هذه يصبح لونها أخضر مو أحمر. وإذا أجى اليوم اللي بعده وافتتح على انخفاض، رسم عند المنطقة هذه وكان لونها أحمر. وبهذا الشكل يعرف إذا السوق هو في صعود أو في نزول، باستخدام الشموع اليابانية اللي بدأ يرسمها بالطريقة هذه. يعني يحسب سعر الافتتاح ذاك اليوم، سعر الإغلاق، وين مناطق التذبذب. هذه مو مهمة بالنسبة له طبعا، ليه؟ لأنها هي مناطق الشمعة، جسم الشمعة. ولذلك هذا هو العالم اللي بدأ المدرسة هذه، مدرسة التحليل، وأوجد الكاندل ستيكس. وين الكاندل ستيكس؟ هنا. وين الكاندل ستيكس؟ لحظات بس معي، الله يطول عمركم. ما هم موجودة هنا، غريبة. طيب مو مشكلة، اللي هي نفتح نشارك على أساس نوريكم اللي أقصده هنا. يا بريان تخش إجراءات تسوي رفع العرض. نعم، ما عليه، واضح الشات اللي أمامكم الآن، واضح صورة الشموع اليابانية، واضح الشارت اللي أمامكم الآن، الرسم هذا شارت؟ أي لا مو واضح، واضح صورة الرجل حق الأرز.
لا انا سحبت رفعت. لايف؟ ايوه، لا ما في بريان، صوت العالم. لا، انا ضارب على الايقاف مشاركة البث. لا ارجع من جديد. مرة ثانية من جديد. الآن مشاركة شير سطح المكتب عندي. ايوه الان واضح بريان، هل واضح الشاشة دي الآن؟ واضح واضح الشرح، الشارت، واضح واضح. هذا الشارت للداو جونز طبعا، وهذه الشموع اللي كنا نتكلم عنها اللي أوجدها التاجر هذا. فكلما كان السوق ايجابي ذاك اليوم اعطاها لون اخضر، وكل ما كان سلبي لونها بلون. السلام عليكم، معلش اقاطعك ابو ريان، ما في عفوا، ما واضح في واضح شرط، ما في شرط. واضح الشرط، واضح الشرط. اخونا ابو ياسمين اعتذر منك، بس انا مع اخونا بريان اعتذر. واضح الشرط بريان. بس ما عنده طالع شرط، اذا الاخوان مو شايفين شرط مشكلة. لا يمكن عنده مشكلة، يمكن لايك يطلع ويرجع من جديد يفتح معه. كمل يبلغ بريان، الاخوان بس، يعني اللي ما مو باين لي يطلع ويرجع ثانيه كمل بريان. على اساس. فطبعا هذه الشمعة الامام، ومثل ما ذكرتكم الشمعه بجسمها هي تكون بالشكل هذا. الجزء العلوي والجزء الاسفل هي عباره عن مناطق افتتاح سعر ذاك اليوم واغلاق سعر ذاك اليوم. فاذا كانت الشمعه هذه ايجابيه فمعناتها الافتتاح هو في الاسفل، والاغلاق هو عند جسم الشمعه فوق كإغلاق سوق، أغلق سوق عند السعر هذه. أما الذيول اللي فوق فهو أعلى سعر وصل له، وصلت للشمعة هذه اللي راح يكون هنا أعلى سعر وصلت له، وصل له السعر ذاك اليوم، أعلى منطقة وصلها السعر هو عند المنطقة هذه. وفي الذيل أيا كان طول الذيل، طبعا مو لازم يكون طويل ولا قصير، حسب منطقة أدنى سعر وصل له ذاك اليوم. فهذه الذيول تشير إلى أدنى مستوى أعلى مستوى، وجسم الشمع يشير إلى سعر الافتتاح وسعر الإغلاق ومنطقة تذبذب السعر إلى وصولا إلى الذيل العلوي ونزولا إلى الذيل الأسفل. وما يهم عند الكثير هو منطقة الإغلاق. فإذا أغلق، لو اعتبرنا أن هذا هو الافتتاح، إذا أغلق فوق الافتتاح هنا فأصبحت الشمعة لونها خضراء. وإذا كان العكس الصحيح، الافتتاح هو فوق وحصل، معليش يا اخوان، اذا هذا ابو محمد، هذا الشيخ محمد، يا ابو محمد، فاذا اغلق ذاك اليوم السوق عنده، سوق الارز او السهم، على ادنى من الافتتاح، هذا هو الافتتاح، اصبح لون الشمعه احمر. طبعا انا ما ابي، بس عشان تفهمون هي اليه المحلل هذا، الآلية اللي استخدمها المحلل هذا، كيف أوجد الشموع اليابانية، ووضع للشموع اليابانية أشكال وعطاها مسميات. وهناك شموع مؤثرة وغيرها، لكن قبل ما ندخل في الشموع خلينا نستكمل بس بقية التعريف الدرس، يعني اللي المفروض نتكلم فيه ذيك ساعة ننتقل إلى النقاط الفنية هذه. إذن هذا العالم هو بدأ المدرسة التحليل الفني الكلاسيكي، وهي مدرسة اللي هي المتأسسة على أساس الشموع اليابانية، وثم تطورت بعدها المدرسة هذه، وأتى في أيضا مدرسة التحليل الزمني، وأيضا اللي هو المسؤول عنها أو عرابها أو مدرسها أو أوجدها اللي هو جان، عسكدة تقول نظريات جان، أساليب جان، طرق جان. فهذه هي مدرسة التحليل الزمني، وثم أتت هذه من أقدم المدارس، ثم أتى بعدها مدرسة التحليل الموجي. وقبل مدرسة التحليل الموجي هناك شخص يجب أن نركز عليه، وين صورة تشارلز داو اللي رفعته يا أبو محمد؟ إيه رفعته بريان، رفعته أنا. ما أشوفها هنا. يمكن هذه؟ نعم.
أتى بعدها العالم هذا اللي هو أو الشخص هذا اللي اسمه تشارلز داو. تشارلز داو طبعا يسمونه الليجند، مكتوب هنا أسطورة التحليل وغيره. هذا هو اللي وضع علم التحليل. المدارس السابقة كانت تتأسس على تجارة فقط، فقان كان يبني تحليله على اللي هو لدراسة الزوايا السعرية والتحليل الفلكي وغيره. ليه؟ لأنه كانوا يتاجرون في محاصيل، فبالنسبة لهم إنه يعرف متى تتحول، إذا تزامن هذا النجم مع هذا النجم، إذا المشتري جاء عند المنطقة هذه وتزامن معها مع زحل فيحدث كذا، فتحدث عندنا الظواهر الجوية الطبيعية الطقس يعني. فهنا يكون معروف أن موسم معاصير، معناته المحاصيل ستتأثر، معناته أسعار المحاصيل سترتفع. فهو كان مؤسس وجد لمثل هذه الأسواق، مثل المحلل الياباني. ولكن المحلل الياباني هذا تم تطوير مدرسته واللي قام على الشيء هذا. طبعا جاءوا بعد رابرت أدوار وجون ماجي، وكتبوا كتاب التحليل الفني لاتجاهات الأوراق المالية، وكان في عام 1948 اللي هم أوجدوا مدرسة التحليل الكلاسيكي المبنية على الشموع اليابانية. الآن إذا هذه هي المدارس الأساسية. فتجد الآن في بعض الأفكار مسميات يطلقها المحللين الموجودين في 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 غير مكان. أحيانا يجي لك يرسم ينظر إلى الفوليوم يقول لك مدرسة الأحجام، ينظر إلى مدري إيش وولفي مدرسة وولفي. هذه كلها كلها هذه جاية من التحليل الفني الكلاسيكي. هذه هي المدرسة، هذه الأم. أما هذه اللي يطلقون عليها مدارس أحيانا وغيرها، وهي مدرسة برايس أكشن. وما البرايس أكشن اللي هو تحليل كلاسيكي بحت، هو تحليل كلاسيكي. لكن للأسف المسميات هذه تظهر الآن تسمح لهم طبعا في المتاجرة باسم أن أنا عندي مدرسة جديدة وأقدم لكم كورسات فيها، هي تحليل كلاسيكي بحت. الآن داو طبعا داو أسس المدرسة اللي هي الخاصة للتحليل الفني، اللي هو أساس اللي تسمى أم المدارس، اللي مختصة في أسواق المال. هذه عاد مختصة في أسواق المال. وعرف وأوجد تعريف لنظريته، وجدت له نظرية، وهو لم يطلق عليها نظرية، ولكن من أتى بعد وكتبه في الموضوع هذا اطلقوا عليها نظرية، اللي هم ويليام بيتر هاملتون ورابرت ريد. هذول هم من اطلق عليها، وجورج سكافر الظاهر، اعتقد ان سكافر يس، اطلق عليها نظرية داو، لانها وجدت لان هي نظمت الاسواق ونظمت التحليل، وضعت للتحليل اسس في ضغط. اوكي واضح الصوت، عذرا انا. طيب لكي لا نطيل في الموضوع هذا عشان ندخل على المواضيع، المهم عند كل محلل انه يقرا. ولذلك يا اخونا محمد الله يجزاه خير ارسل لكم مرفقات، منها بي دي اف اللي هو خاص بنظريه داو. ما راح اتناولها كلها واناقشها كلها، لكن نتحدث عن جزئيات مهمه في نظريه داو، ومنها ومنها التالي. مراحل الصوت داو عندما وضع هذه النظرية حدد الحركة اللي أمامه بأن الدورة الكاملة المكتملة هي عبارة عن قاع وثم قمة وثم قاع آخر. وراح ندخل شوي في التحليل الكلاسيكي. والقاع اللي تشكل عندنا عند المناطق هذه يكثر فيه التشاؤم. ليه؟ لأنه هو أساساً جاي من بعد نزول. فالنزول هذا الناس متشائمة وكرهانة شيء اسمه سوق وخسائر. فعند المنطقة هذه في تشاؤم وما تشاؤم وعدم تفاؤل في الحركة السعرية أمامهم، إلا أنها هي تعتبر منطقة تجميع، فيسميها هذه هي منطقة التجميع. يتم تجميع في الأسعار عند المناطق هذه، وثم يتم انطلاق في السهم إلى مستويات
اللي تسمى تذبذب بالاتجاه الصاعد إلى أن تصل لمنطقة تشبع، ونفس اللي حصل في الأسفل تصبح عندنا منطقة يسمى منطقة التصريف، وثم يبدأ بعدها الاتجاه الهابط إلى أن نصل إلى إعادة للسايكل للدورة من جديد، بأن يصل إلى نفس النقطة السابقة، نقطة التشاؤم هذه. هذه اللي تسمى في اللغة الإنجليزية accumulation، تجميع accumulation. Participation هذه اللي يبدأ الكل يشاركون في الموجة هذه، صعود. في مشاكل في الصوت. أما المنطقة هذه اللي هنا فتسمى distribution، مناطق distribution اللي هي التصريف، وهنا أيضا الاتجاه الهابط أيضا participation، يشارك الجميع في هذه الموجة، كل واحد يرمي، كل واحد خايف، بعكس هذه اللي كلهم يشترون، هنا كلهم يرمون. هذا اللي يحصل في الدورات الموجودة عندنا. راح ننظر إلى مقطع سريع، أو نشاهد مقطع سريع أوضح لكم فيه. وهذا المقطع مقدم من عراب، أحد عرابين مدرسة التحليل الموجي اللي هو جيفري كينيدي. مقطع فيديو قصير يوضح نقطة بس مهمة، على أي أساس قامت نظرية داو؟ في أحد جوانبها المهمة جدا من شو يعني كيف تتبع السوق هو التالي. أسحب الصلاحيات. هل واضح المقطع للجميع؟ واضح بريان، واضح. ممتاز. هذا هو جيفري كينيدي، راح أترجم لكم المقطع للغة الإنجليزية، ما تمكنه راح أترجم لكم إياه، راح أتحدث بالعربي. Hello and welcome. My name is Jeffrey Kennedy and welcome back to another episode of Elliott Wave Junctures. Today we're going to be talking about Dow theory and specifically a key component of Dow theory referred to as confirmation. طيب جيفري كينيدي طبعا يرحب، وهنا يتحدث عن تكلم عن داو ثيوري، نظرية داو، وجزئية مهمة جدا في الداو ثيوري تسمى الكونفيرميشن. الداو مؤشر الداو نفسه، طبعا هناك مؤشرات اكثر من مؤشر في التحليل في السوق الامريكي، لكن الاساس المشهور المعروف اللي هو داو جونز. المؤشر الداو جونز لا طبعا هو الموضع فيه له مبادئ طبعا، واحد مبادئ اهله التاكيد، مربوط ومؤسس اساسا على قطاع الصناعات وسكه الحديد، لانه كان هو القطاع المتسيد والمتحكم باسواق في السوق الامريكي في ذاك الوقت. فلذلك كل الشركات الصناعيه اللي هم متعلقه في 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 خاصه سكه الحديد نفسها ربط مؤشرها مع مؤشر الداو. فمثل ما هو راح يوضح لكم الان، يقول لك لازم الحركه السعريه الامامنا ان المؤشرين من اهم الاشياء اللي يجب ننظر لها في 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 الاسواق، ان المؤشرات تؤكد بعضها. البعض فهم ان الفكره هذه خطا، ان هي عباره عن موفينج افريج وما ادري ايش، ان لازم دايفرجنس وما دايفرجنس، هو تقريبا فيها دايفرجنس وكونفرجنس، ولكن لا، هو نتكلم عن مؤشرات قطاعات. Now, Dow theory, if you're not familiar with that, was developed by a gentleman by the name of Charles Dow. That was in the early 1900s, and he was actually the founder and the first editor of the Wall Street Journal. طبعا يعرف بداو انه هو مؤسس الوول ستريت جورنال، مجله الوول ستريت. We also can credit him with the stock market averages or indices. وهو اللي يرجع له الفضل بايجاد كل المؤشرات الموجوده في الستوك ماركت. And putting together essentially Dow theory, which is a وهو من وضع الداو ثيوري. Analysis. Now, one of the key components of Dow theory is that the market averages confirm one another. إذن أحد النقاط المهمة في الداو ثيوري أن المتوسطات تؤكد بعضها، بمعنى أن الحركة السعرية بين المؤشر الداو جونز والمؤشر القطاعات الصناعية يتماشون بنفس السلوك. لاحظوا كيف حركتهم متشابهة تماما، إلا إذا ابتدأ أحد المؤشرين أن يمشي عكس الآخر، مثل ما حدث عند الخط الأحمر والخط الأزرق مثل ما نشوف، فهنا ما في confirmation. يعني لما نشوف مثلا حركة الداو صاعدة، ننظر إلى حركة القطاع الصناعي مثلا ونجدها هنا ما صاعدة معه، هنا تؤكد الحركة لأن السوق سليم. لكن عندما تختلف الحركة مثل ما حصل هنا، تشوف الخط الأحمر فوق
أما الخط الأزرق مشكل قمم هابطة، فهنا إشارة خطيرة بأن قد يبدأ يتشكل هناك تصحيح أو انهيار. يعني وجب أن تنتبه من السوق الآن، ليه؟ المؤشرات بدأت تختلف عن بعضها الآن، غير متوافقة. And what I mean by that is, and typically with respect to Charles Dow, that in the day he utilized two averages, the Dow Jones Industrial Average as well as the Dow Jones Transportation Average, or at the time the railroad. نفس الكلام اللي قلت لك اياه عن مؤشر الصناعة ومؤشر سكة الحديد أو مؤشر النقليات. مؤشر النقليات هو كان أقوى شيء لأن قطارات وما قطارات ذاك الوقت هي اللي ماشية وكانت ما شاء الله مدخولها أو حركتها قوية من ناحية الصناعة. لاحظ الحركة الصاعدة داو أيضا قطاع النقليات في صعود. This was what was referred to as Dow theory confirmation. Though as the market moved higher, both indices would have to move up essentially in the same manner. كلما تحركت في الاتجاه الصاعد تتحرك بنفس السلوك ونفس الاتجاه. That condition right there is referred to as non-confirmation, and it tends to be a harbinger of a change of. وهنا المشكلة لما يحدث عندنا عدم توافق بالحركة بالاتجاه بين الاثنين. نجد مثال آخر مثل المنطقة هذه اللي يشير لها الآن. داو جونز هابط هذا باتجاه صاعد. ولذلك كان ينبئ عن تحليل عن تص... عن عن انهيار راح يحصل، وهذا اللي نتج بعدها نزول الحاد اللي صار. Transportation average. Those are the blue price bars. And notice in 2008, we actually saw the transports make a new high above the 2007 high. Again, it was unconfirmed by what we saw on the Dow. إلا أن الداو لم يؤكد الارتفاع هذا، بل عكس اتجاه للأسفل. مكون قمم هابطة. نكتفي عشان نلحق يكون عندنا وقت. هل واضحة الفكرة الآن؟ هل واضحة يا شباب الفكرة؟ معي يا شباب ولا؟ واضح واضح بريان. ممتاز. طيب في التحليل الفني في التحليل الفني نبي ندخل على التحليل الفني مباشرة عشان نلحق يكون عندنا وقت إن شاء الله. يوجد هناك اتجاهات لكن قافل مشاركة سم اعمل ايقاف المشاركة اذا حبيت اعرض صورة ايقاف المشاركة. اوكي انا ناسي نسيت. اوكي طبعا البعض يشوف الجبل هذا يقول ايش جالس يحط لنا مناظر طبيعية. والله اتمنى ان اكون هناك انا، لكن الهدف من وضع الصورة هذه هو النظر الى الشارت وتحركة سعرية اللي تكون أمامك، ترى هي مشابهة بالضبط اللي جالس تشوفه أنت الآن، بالضبط مشابهة للي جالس تشوفه في الشارتات ولا لا؟ مو هذه حركة الشارتات عندنا؟ ممتاز. طيب إيش الملاحظ على الحركة السعرية اللي تشوفها الآن أمامك؟ الحركة السعرية قلنا حنا أولاً إنها تتكون من مثلث عبارة عن قاع وقمة وقاع آخر. هنا تكتمل الدورة السعرية. هنا نقول عندنا دورة كاملة. مثل ما حصل في المنطقة هذه ورجع هنا شكلنا دورة كاملة عند المنطقة هذه. طيب الدورة هذه ما انت ملاحظ انها ايضا هي جزء من دورات اخرى؟ مثلا طيب هي جزء من ايش؟ هي تدخل في تشكيل دورة كاملة كبرى. إذن هناك دورات صغيرة، دورات متوسطة، دورات كبيرة كبرى في أسواق المال.
هل السقوط من المنطقة هذه النزول هو يعادل النزول من المنطقة هذه؟ هل يعادل النزول من المنطقة هذه؟ لا طبعا. لذلك بقدر ما الأسواق تنمو وترتفع بقدر ما النزول يكون له حدة أعلى. أتعجب من البعض تجد السوق واصل للمنطقة هذه يقول لك لا 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 تخاف يا شباب كلها نزول بسيط إن شاء الله ونرجع. لازم يكون في تصحيح لكل هذا الصعود اللي هنا ما يصير. أقلها إلى المناطق هذه كيف يعني لا تغرر في الناس تقول لهم لا خلاص ما راح يصير انهيار. مو على كيف الواحد إنه ما راح يصير انهيار. يجب أن تدرس الدورات السعرية اللي أمامك، تشوف حجم الدورة اللي جالس تتعامل معها. الشارتات اللي أمامنا تتشكل من المنطقة السعرية لكن من بالحركة هذه اللي أمامنا. راح نرجع لهذه بعدين، راح نشوفها مرة ثانية. فهذا التاجر الياباني كان يرسم الشموع وأيضا كانت تتشكل أمامه الشموع بالشكل هذا، في يوم صاعد يوم هابط يوم صاعد في يوم هابط في يوم صاعد في يوم هابط. وش اللي صار هنا؟ كنا ماشيين صح هنا، وش اللي خلاه الاتجاه يتغير؟ إذا هناك قواعد يجب أن ننتبه لها وننتبه إلى أن القمم أن الحركة السعرية قد تتغير من اتجاه صاعد إلى هابط. وللملاحظة الاتجاه اتجاه الصاعد والهابط كيف أولا لازم نعرف ما هو الاتجاه هذا. هل يعني من ننظر الإشارات نعرف وش الاتجاه هذا، هل هو صاعد أم هابط أم عرضي. هذه ثلاث اتجاهات. فإذا استطعت أنك تحدد اتجاه واحد منهم وتقول والله أنا شايف صاعد واضح، لا تجي للمجهدة تقول والله واضح شايف الهابط، تجي لهذه اللي جالسة تتحرك بالشكل هذا تقول والله واضح اتجاه عرضي ده تذبذب. أقول لك ممتاز. كيف تعرف أن هذه الموجة بدأت الصاعدة أو هذه الموجة بدأت الهابطة أو أن هذه انتهت وخرجت منها وطلعت؟ في أمور لازم ننتبه لها في الشارت، وهذا اللي راح أوصل لكم إياه الآن اللي هو النظر للشارت. أسحب واروح للشارت نفسه. بدينا الان ندخل في 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 التحليل الكلاسيكي. امامي افتح اسحب الصلاحيات اولا شير. هل شاشتي واضحه الان ولا لا؟ واضح بريان واضح. هذا اللي امامنا الان اللي تشوفه. لناتي الى ابسط صورة وأبسط موجة كيف أنظر لها وكيف أبدأ يعني وكيف أقرأ الحركة السعرية اللي أمامي الآن. لو مسكت المنطقة هذه اللي عندي موجودة في المنطقة هذه عفوا المحصورة في المنطقة هذه، هذه موجة بأكملها ولا لا؟ واضحة دي؟ بس أتأكد إن باين لكم. واضح بريان واضح. أوكي ممتاز. بس طيب هذه موجة بأكملها، ولو جينا نرسم عليها سنجد أنها طلعت من قاع ثم قمة ثم هبطت إلى قاع آخر. بالضبط هذه دورة كاملة حصلت الآن أمامي. لكن وش تعريفها هذا؟ وش تعريف الموجة الصاعدة هذه؟ ما هو تعريف الموجة الهابطة هذه؟ ما هو تعريف الموجة العرضية هذه اللي هنا؟ كيف نعرفها؟ هذه المراحل اللي تكلم عنها داو، وهي مناطق التجميع ثم تصريف ثم نزول ثم صعود ثم تصريف ثم هبوط ثم تجميع آخر. ونلاحظ عند المناطق هذه اللي يحدث فيها صعود وتجميع وإن دائما عند التغير الاتجاه يحدث عندنا
موجات متداخلة مع بعضها بشكل عرضي ثم تهبط، ثم تتشكل موجات تمشي بشكل عرضي ثم يصعد. وبنفس الطريقة جانا من المنطقة هذه اللي قبل هنا، كان يتذبذب عند المنطقة هذه بصعود ونزول ثم انطلق. إذن تعريف الموجة الصاعدة هي موجة تشكل قمم وقيعان صاعدة، هذه واحدة تشكل قمم وقيعان صاعدة. تقول لي كيف شكل قمم وقيعان صاعدة؟ أقول لك بالشكل هذا. وراح نجي للقمة، كيف هذه قمة ولا مو قمة راح نجيها. بس هذه مثلا هنا مثلا صعد ثم هبط، هل الهبوط هذا نزل أدنى من المنطقة اللي صعد منها؟ لا، هبط إلى منطقة أعلى، أعلى من القاع اللي انطلق منه هذا، ثم استمر صعودا وكون قمة. القمة هذه اللي كونها ما هي أعلى من القمة السابقة؟ نعم. ثم عاد يشكل قاع، والقاع هذا اللي شكل ما هو أعلى من القاع اللي قبله؟ نعم. ثم يعود صعودا في قمة في قاع في قمة في قاع، هنا مشكلة راح أوريكم إياها الآن. ثم في قمة أخرى وقاع وقمة وقاع وقمة وقاع ثم قمة. واللي حصل هنا في المنطقة دي هو نفس اللي راح أوريكم إياه هنا في المنطقة هذه. كيف نعرف أنه الترند هذا تغير؟ لما يبدأ يشكل لي قاع، لاحظ القاع هذا كسر القاع اللي هنا اللي قبله، مثل ما حدث عند الموجة هذه. ليه صار النزول هذا القوي؟ لأن عندما هبط في المنطقة هذه كون قاع أدنى من القاع اللي قبله هنا. فعند تشكل قاع أدنى من القاع اللي قبله هنا تحذر، هنا معناته في إشارات أنه ممكن يتغير الاتجاه. ولكن اللي النزول طلع في حركة فنية اللي هي بخابور عصا ذيل طويل، لذلك لم نعتد به جسم الشمعة هنا. ثم واصل صعود وشكل قمة صاعدة. الآن في النزول هو كسر القاع السابق، هذا آخر قاع على اليسار، ننظر لآخر قاع على اليسار هنا كسره. طيب ننتظر الإغلاق، إذا أغلق فوق القمة هذه نقول راح يواصل صعود، ولكن للأسف اللي حصل إيه؟ إغلاق وين؟ هل فوق القمة هذه ولا أسفل منها؟ أسفل منها. إذن تعريف الترند الصاعد هو قمم وقيعان صاعدة. ثم نعرف منطقة التحول عندما يشكل قاع يعني أدنى القاع السابق وثم قمة أدنى القمة السابقة، وهنا يبدأ يتحول إلى قمم وقيعان هابطة. لاحظ كل قمة وقاع أدنى من الآخر. هل 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 واضحة لكم النقطة هذه؟ إذن لما أجي هنا راح أشوف أطلع من هذه شوية clear remove drawing، ولما أصغر شوي لأن ما بينال وننظر بالشكل هذا. فلما ننظر إلى الضلع هذا مثلا موجود أمامنا، هذا ابتدى من هنا، من هنا إلى هنا، إلى المنطقة هذه الآن، وش الملاحظ على اللي صاير في الحركة السرية اللي أمامنا هذه؟ الملاحظ أنه ابتدى بقاع ثم كون قمة. طيب كيف أعرف أنه تحول من موجة صاعدة، من موجة هابطة اللي قبل ذي إلى موجة صاعدة؟ أولا بدأ يتذبذب بالشكل عرضي. ثانيا أنا إلى الآن من منطقة الانطلاق هذه، عفوا اللي في الأسفل اللي هنا، أنا كمحلل منطقة الانطلاق اللي من الأسفل هنا هذه المنطقة، أنا ما أقدر أجزم 100% أن ارتد سهم، أبداً مستحيل أجزم أن ارتد. ليه؟ لأن ما أعطاني سلوك الارتداد. ما هو سلوك الارتداد؟ أن يكون عندي أولاً الموجة هابطة
ننظر إلى آخر قمة على اليسار، وين آخر قمة على في نفس الضلع الهابط هذا، وين آخر قمة في نفس الضلع الهابط هذه ولا لا؟ هذه هنا ونزل منها، هذه القمة اللي هنا الأخيرة دي، ننظر إلى آخر قمة على جهة اليسار. خلنا ندخل على فريم أصغر عشان تبين لكم القمم والقيعان بشكل أوضح بعد. أيوة بالشكل هذا. طيب هنا في المنطقة هذه لما دخلت على فريم الساعة، راح نتناول الفريمات بعد شوي، انظر إلى الضلع هذا اللي هنا، هذا الضلع اللي ماشي، وين آخر قمة وصلت لها؟ هذه آخر قمة صغيرة، شوفها الشمعة هذه، ولو أن ما نحسبها قمة إلا في التحليل الموجودين نحسبها قمة، لأن في مسألة في الكلاسيكي راح أتكلم معكم عنها بعد شوي. فننظر إلى الموجة هذه، لو اعتبرناها هي قمة فعلاً لأنها ارتد من عندها السهم بعد ما نزل هنا صعد ثم بدأ بالهبوط، إذن أجي عند هذه المنطقة، والآن أنا ما أدري وين هل هي راح يرتد السهم ولا لا، لكن أعطاني قاع ارتد، طالما أنه لم يتجاوز الخط هذا، طالما أن لم يتجاوز الخط هذا، فأنا لازلت في ترند هابط. هذا كل اللي أقدر أقوله، أنا لازلت في ترند هابط. طالما أن الارتداد هذا لم يتجاوز القمة هذه، أنا ترند هابط. متى أعتبره أن بدأ يتحول الاتجاه؟ لما الاتجاه هذا، الارتداد هذا يكسر لي القمة أو آخر قمة سابقة على اليسار. أبدأ أنتبه. في هنا في كسر حصل هنا في منطقة أغلقت فوق المنطقة ذي، هذا معناته الاتجاه قد يتغير الآن. إيش الحكم الآن اللي يحكم لي إن هذا ترند صاعد؟ مثل ما قلنا سابقا، قمة وقاع لم يكسر القاع السابق اللي هنا، بل قاع صاعد ارتد وتجاوز أيضا قمة هذه. يا سلام، إذن كون لي قمة وقاع صاعد. ليه صاعد؟ لأنه فوق هذا، فوق القاع اللي في الأسفل هذا، قاع صاعد ثم كون قمة صاعدة ثم كون قاع صاعد. خلاص أنا دخلت الآن في موجة صاعدة، أنا دخلت الآن في موجة صاعدة، انتهت الموجة الهابطة، انتهى سلوك الموجة الهابطة. سلوك الموجة الهابطة أن قمم وقيعان هابطة، طالما أن الاتجاه تغير معي بكسر شروط الموجة الهابطة، فإذا هنا خلاص انتهينا. طيب شو اللي كيف اتحقق الآن من الموجة الصاعدة هذه كلها، طالما هي جالسة مستمرة إن تعطيني قمم وقيعان صاعدة، كيف اتحقق إن والله المنطقة هذه خلاص انتهى مفعولها؟ لما أجي للمنطقة نفسها هذه الهابطة، كونت لي قاع، والكويس القاع لا زال فوق هذه مثل اللي عملنا تحت، انا لا زلت ممكن هذه واصل يروح فوق لان القاع هذا صاعد. طيب كون لي قمه صغيره هنا، ولا زلت ابني على انه ممكن واصل فوق، لكن رجع نزل، النزول هذا لا زال لم يكسر لي قاع سابق اللي هنا، هذا القاع لم يكسره، النزول هنا انا لا زلت مطمن. فجاه نزل لي بالشمعه هذه، هذه الشمعه الم تكسر المنطقه دي؟ خلاص كسرتها وراح كون لي خلاص ادخل في موجه هابطه الان، انتهينا، وهذا بدا يشكل لي قمم وقيعان هابطه بالشكل هذا. وين المنطقه اللي كان المفروض اني انتبه لها؟ القاع هذا. القاع هذا هذا اللي هنا كان قاع صاعد، ما اقدر ابني عليه، هذا اللي هنا كان قاع صاعد. ليه؟ لأنه فوق القاع هذا، إذن هو لا زال من شروط الموجة الصاعدة، لأنه ممكن يواصل ويروح يكون لي قمة صاعدة فوق ولا لا؟
لكن اللي صار وللأسف إن هذا السهم نزل بموجة هابطة، ولا زالت عيني على المنطقة هذه، هذه المنطقة هذه كسرها لو بشعرة واحدة هنا اطلع من السهم بسرعة. فالسهم سيحقق أهداف هابطة وسيتجه إلى تصحيح وغيره. إذن تعريف تبدل. طيب شو اللي حصل في المنطقة هذه؟ هذا هو المجال، المسار العرضي بدأ يتحرك هنا، منطقة تصريف. هل واضح هذا الشيء الآن؟ ممتاز بريم، ممتاز. طيب تحدثنا الآن في الموجات الصاعدة وموجات الهابطة وموجات العرضية اللي نمشي فيها، أو كيف نتعرف عليها وكيف نحددها. طيب في أشياء يجب أن ننتبه لها وتعطيني تساعدني، يعني أنا خلي بوقف المشاركة هذا وبرجع إلى 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 السلايدات حقتنا. إيقاف ونرجع لنفس الصورة هذه، ونرجع لنفس الصورة هذه. لاحظ اللي جالس يصير هنا في المنطقة هذه، قمة وقاع. مو القاع هذا أعلى من ذا اللي هنا ولا لا؟ مو أعلى من اللي هنا؟ أعلى، نعم. إذن أنتظر اللي بعدها، هل اللي بعدها راح تنزل وتكسر لي القاع هذا؟ معناته الصعود هذا انتهى. لا والله، اللي صار بالضبط هو انه كون لي قمة جديدة. اوه خلاص، قمة جديدة، انا في ترند صاعد. متى انتبه الى انه ممكن يتغير هذا الاتجاه؟ طيب كون لي قاع، ثم كون لي قاع. هل القاع كسر القاع؟ لاحظ الان تحولنا الى هدف اعلى. انا الان انتهيت من هذه المنطقة هذه، انا عيني على القاع اللي بعده مباشرة. هذا يعني مو كل شوي ننظر للقاع اللي بديناه بداية الموجة، لا، كل قاع صاعد نحط عنده خط. هل تم كسره هنا؟ لا، بل ارتد وكون لي قمة صاعدة. ممتاز، بدأ نزول. هل النزول هذا كسر لي القاع هذا؟ لا. طيب صعد وقام واصل نزول مرة أخرى، صعد وواصل نزول. هل النزول ايضا اللي صار هنا كسر للمنطقه دي؟ لا، صعد ونزل. هل كسر الان؟ لاحظ تكونت هذا القاع تكون، بس عندنا قيعان ايضا ثانيه صغيره هنا. هل كسرها؟ لا، صعد. هل كسر القاع اللي قبله؟ لا. اذا جالس في كل قمم وقيعان صاعده هنا الان ونزل للمنطقه هذه. هل كسر هذا؟ لا، بل استمر صعود ويشك، ونفس الحركة في كل صعود جالس يشكل قمم وقيعان صاعدة. طيب هنا لاحظ المنطقة هذه صار عندها مسار عرضي، وقد ننطلق إلى فوق ونشكل قمة صاعدة وغيرها في تصاعد مستمر. إلا أن عند المنطقة هذه أنا اللي هنا أبدأ أراقب وين؟ أراقب آخر حركة، هذه الحركة اللي هنا. وين القاع اللي قبلها؟ والله هذا اللي هنا. هذا. طيب والله نزل إلى هنا، هل أخاف؟ لا، يصعد مرة ثانية ممكن يواصل. لكن اللي صار عندنا هنا إنه كسر المنطقة هذه ولا لا؟ عند الكسر هذا انت اوت، اطلع 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 على طول. ليه؟ لانه بيبدا الان يشكل لك قمم وقيعان هابطه الى ان يعود الى نفس المنطقه، الوادي اللي بدا منه. هذه منطقه التذبذب العرضي، تجميع هنا يعود لها مره اخرى عند المنطقه هذه. واضح؟ طيب
الآن في شيء أدوات نستخدمها في التحليل لكي يحدد تعيني وتساعدني على أن أحدد هل هذا الترند فعلا كسر أو مجرد أني أطالع القمم والقيعان، ومتى أطلع بدري ممكن تعطيني إشارة إذا كنت مضارب بالأخص. الآن لو جيت قلت لك خذ خط ووصل بين القمم، هل تروح توصل لي القمم هذا بالخط هذا كذا مستقيم؟ أقول لك لا، أعلى قمم وصلت عندك، وأدنى أعلى قمم وينها؟ هذه أعلى قمة، واللي بعدها هذه، واللي بعدها هذه، وصل بينهم خط، وصل بينهم خط مستقيم بالشكل هذا، هذا ترند الصاعد. طيب لو جينا للترند الهابط أيضا لو صار عندنا هذه القمم فوصل بينها بخط مستقيم، هذا ترند الهابط اللي راح نتعلم على الشارت هو رسم ترند لاينز. هذا الآن رسم مناطق ترند لاين اللي هي تسمى داون ترند واب ترند، داون ترند واب ترند. هذه طيب في رسمة الجبل اللي رسمتها من شوي أنا قلت شوف أعلى قمم، وين أعلى قمة؟ هنا لو مشيت كذا بعينك أعلى قمة بعدين جنب عندها هذه هنا، شوف هذه، وأعلى قمة بعدها هذه، أوكي بس مو في أعلى منها هنا. أقول لك إيه طيب أرسم عليها، تقول أوكي لحظة شوي، طيب وين بداية أنت؟ ليه بديت ترسم من هنا؟ ودي أفهم ليه بديت من هنا؟ هل هذه أعلى قمة من يوم ما انطلق؟ وين انطلق هو؟ انطلق من هنا. انطلق من المنطقة هذه، أول قمة شكلها كانت عند المنطقة هذه. نمشي، وين القمة اللي بعدها؟ هذه. نمشي، وين القمة اللي بعدها؟ مثلا بالشكل هذا مثلا. هل لازم يلامس آخر قمة؟ مو لازم، مو لازم، أهم شيء أنك تمشي على القمم هذه. طيب ليه أنت مساعة يا سعد لما رسمت الخط رسمت الخط في المنطقة العلوية هذه، مع العلم أن الخط مرسوم في المنطقة السفلية هنا؟ أيوة، هنا راح نجي إلى نقطة مهمة اللي تسمى الدعوم والمقاومات. الدعوم والمقاومات هذه أحد أشكال الدعوم والمقاومات للموجة العرضية، وراح نشوفها مع بعض على الشارت. ايش رايكم نروح للشارت افضل؟ خلينا نروح للشارت شير. طيب لما يكون السهم في الاتجاه الصاعد هذا، مو هذا اتجاه صاعد ولا لا؟ ممتاز، نروح الى الخطوط هنا وناخذ ترند لاين هذا ونبدا نرسم من شفت القاع. ولذلك انا بغيت ادرس اليوم ليه، لان في التحليل الموجي عندنا استخدام الترند لاينز، خطوط الترند في الاتجاه الصاعد الاتجاه الهابط بشكل مختلف. لكن هنا نروح ادنى نقطه ونرسم من عندها خط في الاسفل كده صاعدين لفوق، والخط هذا يجب ان يرتكز على قاعين صاعدين او اكثر، قاعين صاعدين او اكثر. طيب هذا اللي نشوفه مرسوم على القاعين الصاعدين هذول، اذا في شيء اسمه دعم ومقاومه، كيف يعني دعم ومقاومه؟ يعني الحركه السعريه الامامي في كل صعود يحصل عنده جني ارباح في مقاومه، ما حصل جني ارباح هذا الا انه وجود الا انه كان في عنده مقاومه سعريه. مقاومه معناتها عدم استطاع
عدم الاستطاعة لمواصلة الصعود، يحدث عنده جني أرباح، فالمنطقة اللي يحدث عندها جني أرباح هذه مقاومة، ثم يرجع إلى قاع ويتشكل، ثم يرفض أن ينزل أكثر من المنطقة هذه ويواصل صعوده، هذا يسمى دعم. ليه؟ لأن صانع السوق دعم السهم هذا ورفض أن ينزل أدنى من المناطق هذه، فهذه مناطق تسمى دعم. هذه مقاومات وهذه دعوم. إذا متى أتأكد أنا بأن الترند هذا انتهى مفعوله؟ لما أرسم خط ملامس الدعوم اللي هي المناطق اللي يرفض صانع السوق أن ينزل عنها، وأجي في النهاية وأكتشف أن الدعم هذا تم كسره هنا، سوري، تم كسره عند المنطقة هذه، ضرب هنا، أي كسره معناته أن أغلق أدنى من الخط الترند باين اللي رسمناه عند هذه المنطقة. هذه أول قرار خروج من الصفقة. إذن عندك القاع السابق أنك تم كسره، وعندك ترند لاين أيضا تم كسره، هنا خروج مؤكد، أطلع أطلع أطلع. طيب شو اللي صار عندنا في 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 الرسمة هذه نفسها؟ هل ترند لاين ثابت دائما ثابت؟ نعم نرسم ترند لاين ثابت، لكن نلاحظ أن القيعان هذه اللي هنا ابتعدت شوي عن هذا، ابتعدت شوي عن خط الترند لاين. هناك ايضا ترند لاينز فرعيه، والترند لاينز فرعيه من اخر منطقه هنا اللي بدا السهم يبتعد عنها، نقدر نضرب عند الشمعة هذه ونرسم ترند لاين اخر بالشكل هذا، نرسم ترند لاين اخر يلامس القيعان اللي ابتعدت عن الترند لاين، عن ترند لاين الرئيسي الكبير. هذا خط الدعم الأول، هذا خط الدعم الثاني. كسرة معناته قد ندخل في إشارات معناته جني أرباح. نلاحظ أن السهم يكسر المنطقة هذه، يكسر منطقة الدعم الترند لاين عند المنطقة هذه، كسرها، وثم يكسر القاع السابق. هذا أول قاع سابق هنا، ويعني إشارتين فنيات الآن قالت لي أن الترند الصاعد هذا انتهى، ليس له وجود الآن، بل دخلنا في ترند هابط. تقول لي طيب وبعدين كيف أعرف متى نخلص من ترند الهابط؟ أقول لك أوكي، تمسك نفس الخط الترند لاين هذا وتبدأ من فوق ترسم ترند لاين يلامس قمتين أو أكثر بشكل هذا، واضح؟ طيب هنا نزل ضرب في المنطقة هذه، نزل ضرب في المنطقة مبتعد عن الترند لاين، إذن لا أدخل إلا ما يصير اختراق للترند لاين هذا. حصل اختراق هذا للترند لاين هنا، لكن هل اختراق مع اختراقه هذا هل اخترق القمة السابقة؟ لا، إذن وجب الحذر. خذ الإشارة من جهتين مو من جهة واحدة فقط. أيضا لا تنسى أن ممكن أنك أيضا ترسم ترند لاين آخر على المناطق هذه. ما نبي ندخل في كمية ترند لاينز نرسمها من ولكن نبي نعتمد على ترند لاين واحد فقط. لذلك خليني أشوف منطقة، أشوف مثل المنطقة هذه مثلا، هذا ترند لاين هابط لامس كل المناطق هذه وجاي لهنا، دخولي ما راح يكون في الموجة، ارتد السهم من تحت هنا. هل أدخل على طول مباشرة مع السهم هذا؟ لا لا لا، لا أدخل إلا لما يتجاوز منطقة الترند لاين حقي، والتجاوز قلنا عنه مفروض يكون تجاوز قمة سابقة ولا غيره. طبعا ما هو مرسوم المناطق منطقة صح، أنا مجرد أعطيك مثال، لكن المناطق الصحيحة نلاحظ مثلا هذا أدنى قاع هنا، وهذا أول ترند لاين رسمناه، ابتعد السهم عن 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 الترند لاين كثيرا، راح فوق ابتعد ولا لا؟ إذن هذا ترند لاين ثاني من القاع هذا مرورا مع هذا القاع القريب منه. ولذلك يفضل دائما أنك تبني على قيعان متباعدة، والله لا زال مبتعد عنه بعيد، إذن القاع اللي هنا أمشي مع القاع هذا اللي هنا
وارفع فوق. هل تم كسره؟ نعم 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 تم كسره. ولذلك الدعوم والمقاومات المائلة أضعف من الدعوم والمقاومات العرضية، هي أضعف. يعني يكسر من هنا بيتجه يمكن يختبر هذا، يكسر من هنا ينزل يمكن يرتد من هذا، يكسر هنا وينزل، فممكن يعطيك مناطق نزول مستمرة والصعود، وأيضا الهبوط بالعكس، والعكس الصحيح. جينا بلا أي جينا للمنطقة هذه وبدأ السهم يهبط، ومشيت ولامست القمة اللي بعدها، ولم أقرر الدخول بالسهم هذا إلا بعد ما يتم اختراقه. هذا اختراق عند المنطقة هذه، لكن قلنا حنا عينك على القمة اللي على اليسار أيضا، هذه الإغلاق فوقها، فلا يغرك إن حصل اختراق للترند لاين وتدخل فقط مجرد إنه اخترق، لأنه ممكن يضرب هنا ويرجع يكمل تحت ويكون لك قمة ثانية. ذيك الساعة القمة الثانية تحرك عليها الموفينج أفريج، هذا الترند لاين حقك عليها بالشكل هذا، لكن هو اخترق ترند لاين وأيضا تجاوز قمة سابقة. الدخول الصريح يكون من المنطقة هذه هنا، من تجاوز هذا الخط. نفس الشيء حدث معنا في ترند الصاعد هنا، لامسنا القيعان هذه وجلسنا ننتظر. هذه القيعان تسمى دعوم، هذا دعم، هذا دعم، دعم أول، هذا دعم ثاني، هذا يدعم ايش؟ سهم بان يواصل صعود ويرجع ويختبره ويرجع يواصل. لكن ان حين كسره عند المنطقه هذه فاشاره خروج من المنطقه هذه. الان في الترند الصاعد، في الموجه الصاعده، نرسم من الاسفل، نرسم على القيعان لان نبحث عن دعوم. اما في الترند الهابط فحنرسم على القمم وليس القيعان، نبحث عن اجتياز واختراق مقاومات، اجتياز واختراق مقاومات. واضح او فيه مشكله؟ ممتاز. اذا احنا نبحث عن في الترند الصاعد، انتبهوا لها، ارسموها وخذ حطوا نوتس عندكم على دفتر مثلا وغيره. في الترند الصاعد نبحث عن القيعان، نرسم عليها خط، خط ملامس القيعان. فترند الهابط خط ملامس القمم، هو هابط، وننتظر كسر القاع هذا، كسر الخط هذا، وأيضا كسر القاع هذا، هذا اللي يعطيني النزول صريح، إن هذا خلاص أكيد بدأ ينزل ويتحول إلى ترند هابط. وأيضا في النزول نرسم على القمم وننتظر اختراق المنطقة هذه. ولكن شوف اللي كنت أحذركم منه وش صار، اللي صار عندنا هنا الآن، اللي صار إنه اخترق ومع هذا رجع مرة ثانية يختبر هذه المنطقة، يختبر هذه المنطقة. وهذا شيء نقطة ثانية ودي أذكرها لكم الآن بعد شوي، لكن هل اخترق القمة دي اللي هنا على اليسار؟ لا. لذلك هو صانع السوق البياع اللي هنا قال له معصي ما تطلع من المنطقة دي، ما راح أسمح لك، فرجعه ثانية كسرها تحت. لكن الشراية هنا، وين تلقى الشراية؟ راح نجي الموضوع بعدين، خليها الحين بعد شوي. هذا الشراية، شبه هنا الشمعة دي الكبيرة الخضراء دي، شفتها؟ هذا صانع السوق هنا موجود، وراح أعرفكم عن النقاط هذه وين تنتبهون لصانع السوق. وصانع السوق هذا ويتدخل هنا الشمعة الكبيرة دي ويقول خلاص يكفي المنطقة هذه نزول، وما ضغطته ونزلته عند المنطقة هذه مو البياع، أنا اللي منزله عشان أجمع أكبر كمية ممكنة من السهم هذا وانطلق فيه فوق. ليه يضغط صانع السوق وينزل السهم؟ يقول مصلحته، هو شاري فيه يقوم ينزله، لأن لم يشتري الكمية الكافية. بالصعود هذا من هنا، بهذا الصعود من المنطقة هذه إلى هنا، ما اشترى كمية كافية، ما كفته، ويقول لك لا، أنا أبي 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 راح أضغط على هذا شوي، أنزله من هنا إلى هنا عشان ألم أكبر، أخوف الناس ويرمون بيدهم بعد ما شافوا انطلاقة للسهم، بدأ يدخلون. لا أنا راح أضغطهم شوي أخوفهم، ونفس الوقت يرمون الأسهم بيدهم، ونفس الوقت ألم أكبر كمية من الأسهم، وثم أنطلق فيه في وقت هم عايشين في مرحلة رعب وخوف، خايفين أني راح أنزله ثانية إلى تحت. لا، أنا راح أنطلق فيه فوق، ولن يستوعب المضارب البسيط
لن استوعب الموضوع هذا الا لما يكون عند المناطق هذه صح النوم. ذيك الساعه بيدخل معي الى هنا راح اصرف عليه واجيب له السهم تحت. فانت محلل فني تقول لحظه ما يلعب علي اللعبه هذه، انا عندي ترند لاين كسر وعندي المنطقه هذه تم اختراقها، راح ادخل معك يا شاطر، راح ادخل ما راح تغلبني. فهذه هي الاشاره، الترند لاين يرسم على المنطقه السفليه في الاتجاه الصاعد، والترند لاين يرسم على القمم او المنطقه الخارجيه العلويه من الترند لاين الهابط لترقب الاختراق للمقاومات. هذا تسمى مقاومات وهذا تسمى دعوم. المناطق العلويه تسمى مقاومات اتجاه الصاعد، في الاتجاه الصاعد هذه كلها في الاتجاه الصاعد اكتبوها على ورقه، القمم اللي تتكون في الاتجاه الصاعد هذه مقاومات، القيعان اللي تتكون في الاتجاه الصاعد هذه دعوم، صانع السوق اللي يدعم المنطقة هذه يرفض انه ينزل اكثر من كذا. في المنطقة اللي نازلة القمم هي مقاومات، لذلك الترند لاين هذه يوضح لك وين المقاومة. القيعان اللي تتشكل في ترند الهابط هي دعوم، هذه كلها دعوم، صانع السوق جالس يدعمها. طيب فيه طريقة أنه ممكن أراقب وأضارب في المنطقة هذه، أني أيضا مثل ما سويت مع الجبل أخذ خط ترند لاين وأرسمه على القمم هذه، وأخذ خط ترند لاين وأرسمه على القيعان هذه اللي هنا، وبكذا أنا أقدر أضارب مع صانع السوق بحيث أنه صعد السهم وصل المقاومة في المستقبل أعرف أن هذه راح تكون مقاومته. الخط هذا يعطيني إشارة في المستقبل أن كل ما اقترب منه راح يكون في مقاومة، وهذا اللي حصل هنا. وكل ما هبط يلامس الخط الأسفل هذا كل ما كان إشارة لي أني أشتري. طيب صعد المنطقة هذه، نزل المنطقة هذه كون دورة سعرية في المنطقة هذه المثلث هذا، خلاص الآن نقدر نرسم عليها. قول لي طيب الترند لاين العلوي كيف ارسم على المنطقه هذه؟ صعبه لان ما عندي غير قمه واحده في المنطقه دي الان، هذه ما اشوفها، هذه كان السعر ما تو عند المنطقه هذه، كيف ارسم عليها؟ ما في شيء اداه نستخدمها احنا تسمى القنوات السعريه. القنوات السعريه تعمل عمل الرسوم اللي الخطوط اللي نرسمها هذه، وهي هذه اللي هنا parallel line. فأجي عند أول قاع وأرسم خط الدعم حقي، أضرب هنا ضربة وأسحب إلى القمم هذه، وأقول هذه هي منطقة الدعوم والمقاومات الموجودة عندي هنا مثلا، فأضارب داخل مجاله. طيب بس هذه ما وصلت، أوكي ما وصلت، إذن عندي مثل ما قلنا في خط ترند ثاني أنا ممكن أرسم المنطقة هذه إلى هذه، لأن بعض الحركات السعرية ما هو ماشي في خط مستقيم مباشر. فأنا صعد إلى هنا هو إشارة دعم هذا أني أشتري إلى اتجاه الصاعد إلى منطقة المقاومة. ضرب في منطقة المقاومة أنتظر الشراء. وين أنتظر الشراء؟ أنتظر من منطقة القاع اللي شكله هنا. كلما وصل منطقة الدعم وعطاني إشارة دخول أدخل من هنا وواصل مضاربة، لكن هنا أعطاني إشارة أنه بقمتين هابطات. قمة الهابطة هذه هي إشارة خوف الآن، عجزت أن تصل إلى الترند العلوي، ما واصلت، انزلت، كسرت الترند، خلاص اطلع، وش تنتظر؟ وش تنتظر؟ تأكيد الكسر هذا هو كان عند المناطق هذه، القاع هذا أكد لي النزول راح يستمر أكثر. ليه؟ لأنه كسر القاع اللي بالكرة الزرقاء هذه. هل واضح؟ الترند الهابط نفس القناة اللي رسمتها الآن أنا هذه، أستطيع أني أرسم قناة أيضاً على الترند الهابط هذا، بإني أسحب الخطوط هذه اللي هنا وأقول عطني قناة، خطوط القناة السعرية، وأرسمها على القمة هذه وأسحب إلى القاع وأقول خلاص أنا سأراقب حركة السهم عند المناطق هذه. والله وصل إلى هنا وارتد،
طيب لو ارتد معناته منطقة المنطقة اللي لازم تنتبه لها وينها هي بالضبط؟ ترند لاين هذا لازم تنتبه له. كل ما وصل عنده بيع، انتبه اطلع. نزل، وين تتوقع راح يروح؟ راح يستهدف بنزول هذا، راح يستهدف الترند لاين هذا. فعلا ضرب فيه، وين راح يروح؟ للترند لاين هذا. ممتاز، وصل له، عطى اشاره خروج، اطلع. نزل، وين راح يروح؟ عجز انه يوصل له الان. هذا القاع هنا عجز، مثل ما حدث عندنا في الترند الصاعد، تذكرون لما قلت لك عجز انه يوصل للترند الاسفل، وعطى معناته هنا اعطاني اشاء قاعين صاعدين. طيب فيه الان ندخل بمساله بسيطه جدا اللي هو كيف تتعرف على الترند الهابط والقاع الصاعد والترند الصاعد من القيعان. اذا اعطاك قاعين صاعدين فانت بترند صاعد، اذا اعطاك قمتين هابطات فانت بترند هابط. فلما وصل الى المنطقه هذه وعطاني قاعين صاعدين، كانت اول اشاره لي اخذها بان هذا النزول، ها انتبه، ممكن يحصل عندك ارتداد هنا. لانه من قاعده الاستمرار في الاتجاه ان تستمر نفس الحركه، قمم وقيعان هابطه، قمم وقيعان هابطه، قمم وقيعان هابطه. هنا لا، كون لقاع صاعد مو هابط هذا. اذا انتظر اشاره تاكيد اخرى اللي هي يكون لي قمه صاعده فوق هذه. يوم ما كونها شكلها هنا، كانت هذه اشاره دخول صريح في ترند صاعد. نفس اللي حصل في النزول، بعد كل هذا القمم والقيعان الصاعده كون لي قمه هابطه وقيعان هابطه. اذا خلاص اخذت الاشاره الان واضحه بالنسبه لي انا. هل واضح الآن بالنسبة لكم الكلام اللي أقوله؟ ممتاز. كم الساعة الآن؟ أنا ما بيطول عليكم كثير، ما قلنا من نص ساعة، باقي تقريبا 25 دقيقة. هل تحتاجون بريك 5 دقائق؟ بعد شيخ حمزة ما قصرت، نو يعني جاملني، قال لي خذ لك راحة شوي. ما في إشكال، الموية عندي لا تخاف. ويحفظكم جميعا. خلاص نواصل بسم الله. لا لا لا، أنا متعود أعطي على فكرة، أنا أسلوبي ارتجالي، يعني أتكلم من رأسي هنا، أقدح من رأسي على قولتهم، يعني ما في شيء مرتب، امشي باللي يمشي براسي هنا. ولذلك احيانا اسحب، اخذ ساعتين ثلاثه اربعه عادي، انسى نفسي. طيب نرجع ل الله يجزاكم خير، الله يجزاكم. نرجع الى نوقف المشاركه الشاشه ونرجع الى شاشتنا. في الاتجاه العرضي راح اتكلم عن الديول، وراح اتكلم عن انواع الشارتات اساسا عشان ننتبه لشيء واحد بعد شوي. ان مثل ما قلت لكم انا من راسي كذا بدون ما ارتب امور، فما ابي بعض النقاط انساها، ولذلك لو نسيت ممكن ارجع اتكلم عنها بعدين وقت الاسئله، بعض النقاط ممكن في الجروب حقنا مجموعتنا اذكر شغله اقول اوه يا شباب بالنسبه لكذا فهو كذا. عموما عشان نكسب وقت، فلما تكون موجات ماشيه بشكل عرضي فتصبح المناطق اللي يعجز السهم ان يتجاوزها تسمى مقاومات، فنضع عندها خط عند القمم هذه، نرسم عندها خط. ودي والله اغير اللون من هنا، فنرسم عند القمم هذه خط ونقول هذه مقاومات، ونرسم عند القيعان هذه خط. طيب هذه خط ونقول هذه دعوم. طيب ما تشوف ان اتجاه القاع هذا اللي يسمى الكسر الوهمي يصير. فما يمنع انك ترسم عنده حتى خط للاحتياط، انا اتكلم للاحتياط، للاحتياط فقط ترسم عنده، لكن هذا كسر وهمي. ليه؟ لانه لا يستند على قيعان اخرى. نبي اكثر منطقه توقف لامسها، اي لامسها الخط
ان الخط يلامس اكثر. كيف نغير الخط هذا؟ انا جالس اضرب. يعني ان الخط يلامس، وبعدين ان الخط يلامس اكثر من منطقتين او ثلاث وانترسمه. قد ما يلامس مناطق قد ما يكون الخط الترند لاين هذا قوي. ملامسة النقطتين فقط يضعفها، لكن عندما ملامس هذا ايش معناه؟ معناته صانع السوق هو يختبر المنطقة هذه، يحاول يطلع عنها، ما هو قادر يحاول يطلع. وبالأحرى ومو مسألة انه ما هو قادر، وعنده سيولة يفجر لك السهم فوق الآن، لكن هنا يضغط على سهمك، ترمي بيدك، يدخلك بحالة يأس وتشاؤم، ونفس الوقت يجمع ويبي يجمع أكبر كمية. إذا بشتري من عند القاع هذا وسلام عليكم بطير، ما أمداه إنه يجمع أكبر كمية. لا، هو راح يضغط السهم بالشكل العرضي هذا إلى أن يجمع فيه بأكبر قدر ممكن. ذيك الساعة ينطلق بالسهم ويرفعه إلى مستويات أعلى. طيب up trend down trend، خلنا نشوف هذا. وهذا ترند مثل ما قلت لكم. الرسم ليه ارسمه من الاسفل؟ لانه يحتاج يشوف الدعوم، هو مو هامه الان مقاومات، هو ما هو بهامه المقاومات، هو يقول لك انا والله طبعا مهمه لنا احنا مثل المقاومات هذه اللي فوق، لكن بالنسبه له هو او المحلل يبي ايش؟ يبي ينتبه من متى يحصل كسر عشان اطلع من السهم. حصل كسر عند المنطقة دي، أطلع خلاص، هذا اللي يبيه. يبحث إذن عن المنطقة اللي في الأسفل اللي هي تسمى دعوم، هذه الدعوم، هو يبحث عن الدعوم. والترند الهابط مو هامة مثلا هو وين راح يرتد السهم، لأنه هو يبحث عن اختراق مقاومات، فتلقى راس الخط على المقاومات اللي فوق هذه. متى ما اخترقها بالنسبة له تحول الآن من ترند هابط إلى ترند صاعد. طيب هنا راح أرجع قبل ما ندخل في أعمق من كده، راح أرجع إلى الشارت وننتبه إلى شغلة واحدة بس، خلني أسحب صلاحيات الشاشة. عذراً. الشارت اللي أمامنا، إن ذكرنا بأن الشارت هذا، الشمعة هذه عبارة عن خلينا نشوف شمعة واحدة لحالها أول عشان نذكر اللي قلناه في البداية، بعدين نذكر في اللي ذكرناه في البداية. طيب هذه الشمعة اللي نشوفها أمامنا الآن، هذه الشمعة الخضراء اللي هنا يا أخي خلاص بسرعة، هذه الشمعة هذه اللي هنا الخضراء دي. طيب نبي نتبع لها ليه؟ لأن قلنا احنا في البداية ان يفتتح السهم اذا كانت خضراء، فعرف ان الافتتاح هو في جسم الشمعة الاسفل، هذا افتتاح السهم. لما تشوف مثلا في السوق السعودي يقول لك تم افتتح السهم على سعر كذا واغلق على سعر كذا. انت مشغل لايف؟ نعم. مو واضح. لازم نسكره ثاني يعني. هل واضح الآن؟ واضح؟ ممتاز. الآن مثل ما ذكرنا إحنا الشمعة هذه اللي هنا مثلا، هذه الشمعة هذه الخضرة هذه، ذكرنا في البداية بأن المنطقة اللي في الأسفل هذه لما تسمع بالأخبار ولا غيره ولا
ان تم افتتاح السهم اليوم على سعر كذا وتم اغلاقه على سعر كذا حيث وصل على سعر عند منطقة فلانية ليتذبذب نزولا الى ادنى سعر عند المنطقة فلانية ليسجل ثم يغلق عند السعر الفلاني. هذا اللي في الاسفل الخط اللي في الاسفل هذا اللي هنا هذا هو سعر افتتاح السهم ذاك اليوم كان عند المنطقة هذه داو جونز عند 33815 ثم تذبذب في المناطق هذه كلها عبارة اعتبار يعني بداية من 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 الذيل من هنا هذا الذيل يعتبر أدنى مستوى ذاك اليوم وصل له السهم وهذا الذيل اللي فوق هو أعلى مستوى وصل له ذاك اليوم السهم ثم أغلق. واو ممتاز. طيب الإغلاق يا شباب هل كان هذا الافتتاح تحت هنا هل كان فوق الافتتاح ولا تحته؟ فوق الافتتاح ولا لا؟ إذن هي شمعة إيجابية وهو أخطر. أدنى سعر، سعر الافتتاح، تذبذب السهم، سعر أعلى سعر، إغلاق السهم. العكس الصحيح يحصل عندنا في الأسهم في الشموع الحمراء وذكرنا الشيء هذا من شوي بحيث أن الافتتاح شوف وين الافتتاح شوف الشمعة الخضراء الافتتاح وين هنا تحت الشمعة الحمراء الافتتاح كان فوق وتذبذب السهم ليصل إلى أعلى سعر ثم يهبط ويتذبذب إلى أدنى سعر ثم يغلق السهم الإغلاق وين فوق ولا تحت الإغلاق تحت ولذلك هي شمعة سلبية حمراء كذلك أبو ريان كذلك في صورة رسلها لك أخونا محمد على الخاص صورة وش أخونا محمد ما في شيء خاص انا برضو رسلت لك الخاص اخر شيء في اخر حاجه رسلتك صوره نعم انا كنت اعتقد انها مدرجه بس ما لقيتها للاسف تقدر ترفعها الان مو مشكله خليني ارفعها الان احاول تسهل الموضوع علينا اكثر لازم تقفل الشاشه اسوي اقفال اقفال ممتاز رفع بس يحتاج اني لذلك انا قلت له تقدر ترفع لي اياها يحتاج اني انزلها عندي على اعملها سيف وارفع سطح خليني اعملها سيف دقيقه طيب هذا عملنا لها سيف الآن رفع عرض مصبح وين راحت هذه رفع واضح لكم يا شباب الصورة أوكي هذه الشمعة اللي أمامنا اللي هو واضح الشمعة الخضراء الإيجابية الافتتاح كان عند المنطقة هذه تذبذب فيها السهم في المناطق هذه فلهذه مناطق تذبذب السهم ذاك اليوم نزل إلى أدنى سعر عند المنطقة هذه ثم وصل إلى أعلى سعر عند المنطقة هذه ثم أغلق هل الإغلاق إيجابي أم سلبي هنا؟ إيجابي ليه؟ لأنه فوق منطقة الافتتاح فوق الافتتاح أما هنا نفس الطريقة تذبذب السهم في المجال هذا كله ثم وصل إلى أعلى سعر وكان سعر الافتتاح عند المنطقة هذه وصل إلى أعلى سعر وصل إلى أدنى سعر إلا عند الإغلاق أغلق وين؟ أدنى من عذرا هذا السهم شوف أدنى من الافتتاح ولذلك الإغلاق سلبي هذا شمعة سلبية طيب أبيك اللي أحتاجه منكم تنتبهوا لي من شيء واحد اللي هو شو
سعر الإغلاق، سعر الإغلاق، منتبهين له؟ واضح؟ طيب لما نجي الآن حولنا إلى إلى إلى, إلى أسحب صلاحيات إلى الشاشة. هل واضح الشارت أمامكم الشاشة؟ واضح واضح برينا. ممتاز. الآن اللي خلاني أجي هنا وأتكلم عن الشموع هذه من جديد ليه؟ لأساس أن نتعرف على أنماط الرسوم الفنية. في ثلاث أنماط عندنا وكلها موجودة في أدوات أي أداة أي منصة موجودة. فتلاحظ أن فوق مكتوب لك اسم، الاسم هنا داو جونز، هنا الفترة الزمنية، هذه الفترات الزمنية، وهنا مكتوب كاندلز. هذه هي لو تضرب عليها بتلاقي عندك كل أنواع الرسوم الفنية، وهذه اللي نرسمها اسمها شموع كاندلز. استحدثوا بعدها الأمريكان والغير النظام آخر اللي يسمونه نظام البارز. البارز اللي هو الأعمدة، فنفس طريقة الشمعة بس يبون يغلبون اليابانيين، غاروا منهم شوي. فيصير الخط اللي على اليسار اللي تشوفه هذا مثلا هو الافتتاح، الخط اللي على اليمين هو الإغلاق، الضلع كله العمود كله اللي في النص هذا أعلى منطقة فيه سعر فوق، أدنى منطقة بالأسفل. والافتتاح والإغلاق يكون اليسار الافتتاح واليمين الإغلاق. فلو كان الإغلاق على اليمين هو فوق الافتتاح فهو عمود إيجابي يسمى، وإن كان العكس مثل العمود اللي بعده هذا الافتتاح كان فوق وهو والإغلاق كان بالأسفل فهذا يسمى عمود سلبي. يستخدم كثير أيضا من المحللين تحليل موجي، ويستخدم أيضا كثير في التسهيل في عملية رسم الترند لاينز. ليه؟ لأن بعض الشموع تعطيك ذيول طالعة، ذيول مدري إيش هذه شكلها مدري، فهم يقول لك لا أنا أسهل لي أني أمسك هذا وأرسم عليه ترند لاين أو قناة سعرية. أسهل لي يقول لك والله أنا بس أني أبي ألاحظ وين تواجد مثلا القمم عند أي مناطق ولا غيره، بدون ما أدخل بالتفاصيل الداخلية للشموع ولا التشويش اللي ممكن يحدث مع الشموع. طبعا كل إنسان هو حر في رأيه واستخدامه، لكن أحد أهم النماذج اللي ترسم إذا قلنا عندنا شموع يابانية أو رسم خطي، وأيضا يوجد عندنا اللاين شارت، عفوا اللاين شارت اللي هو رسم الخطي هذا لاين. طيب أنا ليه رجعت أتكلم عن الشموع من شوي وقلت لك هذا أعلى شيء وهذا أدنى شيء وهذا مدري إيه؟ بوريك شغلة ليه هي مهم إنك تنتبه لها. فلنفترض عندنا هذه الشمعة اللي نشوفها هنا، هذه وقلنا احنا عندنا الافتتاح او الاغلاق كان هنا. اذا الخطي يعتمد على ايش؟ الخطي لا يعكس الا فقط اغلاق السهم ذاك اليوم بس، لا عليه من فوق وين راح وين رجع من الاسفل تحت، ولا عليه وين تذبذب صار، وكل الأمور هذه خلها لك ما بيها. أنا أبيك تقول لي وين أغلق السهم ذاك اليوم هذا. فلما نجي شفت الخط اللي رسمته الآن، قلنا حنا هذا منطقة إغلاق الشمعة الإيجابية. لما تجي تحولها إلى خطي تجد أن تغير الجسم الآن. لحظة خليني أرجع لها لأن أبي أعرف. هذا الافتتاح وهذا الإغلاق على سعر وأدنى سعر كلهم حطيتهم في منطقة هنا محدودة.
هذا هل شايف انت جسم الشمعة هنا مثلا، شايف ذاك اليوم شو اللي صار عندها ولا غيره، ولا وين راحت ولا غيره؟ ما عليه، هو في الرسم الخطي الان يقول لك انا يهمني الاغلاق، وين اغلق؟ والله اغلق عند المنطقه هذه في ذاك اليوم، عند المنطقه هذه. لاحظ قد لا تعني لك شيء عند اغلاق المنطقه هذه ولا غيره، لكنه يعني لك كثير. هذا هنا اغلق عند المنطقه هذه، هذا هنا اغلق عند المنطقه هذه، هذا هنا اغلق عند المنطقه هذه. فهذه تساعد المحللين بان يوجدوا ان يوجدوا مناطق دعوم ومقاومات، تسهل عليهم عمليه رسم الدعوم والمقاومات ايضا بالرسم على الاغلاقات واعلى مستويات القمم وادناها. مثل لما رسمنا الجبل، ما الجبل اللي تذكرون، خذنا القمم البارزه، يعني مو اروح ارسم من هنا واجي الاحق القمم الصغيره، انا القمم البارزه وينها؟ وينها؟ هي اللي اتبعها. كان مثل رسمتنا في الجبل هذيك، القاع هذا ممكن ارسم على القيعان الصغيره، لكن ابغى القيعان البارزه الكبيره اللي راح ارسم من عندها مثلا بالشكل هذا. هذه هي الموجات مثل اللي قاعد ارسم عليها الان. وهو يهتم بالاغلاقات فقط، الاغلاقات. لذلك في التحليل الموجي بعدين راح نتكلم عنه، وراح اوريك انه في ممكن مشكله تحدث معك. وين المشكله تحدث؟ مثلا ان البعض يرسم ويقول لك عفوا، نرجع للشموع اليابانية، ان البعض يجي يرسم يقول لك هذه المنطقة هنا وبعدين وبعدين وبعدين، يرسم عند القمة هذه فوق هنا ويقول لك والله هذا قاع أيضا في المنطقة هذه. لاحظ القمة هذه الآن كيف أصبحت تحت، ما هو فوق، تحت. لذلك قد تختلف قراءات الموجات بعدين معنا في في في, في وأبعادها. يعني أحيانا تجد أن الموجة هذه مثلا، ركز اللي راح يصير هنا، في بعض الموجات تجدها متجاوزة السابقة، ولما يحولها إلى لاين يجدها لا ما تجاوزت. ليه؟ لأن التجاوز كان في ذيل من ذيول الشمعة، ما كان بالجسم. ولذلك مهم جدا أن ننتبه للنقطة هذه. فاللاين هو فقط يرسم مناطق الإغلاقات فقط لا غير. أما الشموع فيتعكس لك الافتتاح والإغلاق وأدنى وأعلى وكل الأمور هذه. طيب قبل ما أنتقل النقطة بعدها، واضح فعلا أبو فيصل ما تعطي نفس القدم؟ طيب الآن هل هي الطريقة الوحيدة اللي ممكن أن أعرف فيها الدعوم والمقاومات برسم ترند لاين فقط؟ اني ارسم الترند لاين هذا، هل هذا الشيء الوحيد اللي ممكن اسويه مثلا، اني اعرف انه والله في دعوم وفي مقاومات عندي هنا؟ ولا انت تلاحظون احيانا اني انا ارسم على جسم الشمعه وتجنب الذيول احيانا، والكثير يفضل انه يرسم على، بعضهم يفضل على الذيول وتصبح المقاومه هنا، بعضهم يقول لك لا انا ابي على جسم الشمعه على اغلاقاتها مثلا. ترسم على الذيل، ارسم على الذيل، مو مشكلة، ما هو خطأ يعني، ما هو خطأ. لكن الذيول قد تلقاك ذيل طويل واصل لهنا بيخليك ترسم الترند بالشكل هذا، لا خليك على جسم الشمعة أفضل مثلا لو حبيت. طيب هل هو طيب شايف الترند لاين كيف الآن دخلنا في لخبطة؟ والله أرسم على جسم، أرسم على الذيل، أرسم على جسم الذيل هذه وجسم هذه أدق كذا، والله شكلها كذا أفضل. طيب في طريقة ثانية نستخدمها، وش اللي ممكن تستخدمه؟
معابرات، وش اللي ممكن تستخدمه لتحديد مثلا الدعوم والمقاومات؟ لتتفادى الموضوع هذا، انا يفضل على جسم الشمعة ليه؟ لان هي هذه هي الجسم الفعلي، يعني حركة سريعة افتتاحها واغلاقها تم في المناطق هذه. ليه؟ لان بعض المقاومة الذيول تذهب الى اختبار منطقة مقاومة احيانا، وايضا محاولة من اختراق منطقة لكن تعجز عنها، فممكن ترسم على الذيول والاجسام سوا كلها واحد. لكن في شيء اسمه مؤشرات، والمؤشرات تساعدنا احيانا بمعرفه المقاومات والدعوم هذه. ومن اهم المؤشرات هي المتوسطات المتحركه. والمتوسطات المتحركه هي موجوده في المكان، في المنصه هنا، تضرب هذا ويطلع لك جميع الادوات الفنيه اللي ممكن تستخدم، او المؤشرات الفنيه اللي ممكن تستخدم. لو كتبت هنا فوق MA يعني moving average، لاحظ بيقول لك هذا شبه مكتوب moving average، ولكن انا افضل استخدم moving average SC exponential moving average EMA. انا افضل لانه مراسق للشموع اكثر، يقرب للشموع اكثر، يعطيني اشاره اسرع. EMA تقدر تحط 3-4 EMA مع بعض وتقاطعاتها تساعدك. لكن الان في الحديث عن المتوسطات السعريه، يوجد عندنا متوسط سعري مهم، أهم واحد فيهم الآن، نبدأ في هو المهم. وجميع المحللين الفنيين يقولون لك عن طريق استخدام المتوسط هذا اللي أضفتنا الآن، راح أشيل هذا. لاحظ كيف يعمل الآن كمقاومة، لاحظ هذا المتوسط كيف يعمل كمقاومة وكدعوم، كيف يعمل الآن كدعم للسهم، كيف يعمل الآن كمقاومة. قال لي لا، ما راح تطلع فوق، خلاص لا نسمح لك، لا نسمح لك. لاحظته؟ فهنا المتوسط هذا يعمل عمل دعم ومقاومة، ونفس الوقت هو أول مؤشر بالنسبة لك أنت كمضارب أو مستثمر أو متداول بأنك في ترند صاعد أو ترند هابط. عندما يكسر هذا المتوسط فهي اعلان واشعار لك الان واضح بان الترند اللي امامك تحول الى ترند هابط. لا تعاند، لا تتعامل، وهو نقطه مهمه الان راح اتحدث عنها. اياني واياك التعامل مع الاسواق بالعاطفه، بمعنى تيجي تشوفه كاسر بالشمعه دي تقول لا لا ان شاء الله بيرتد، ان شاء الله يا رجل خسران الحين يا اخي 800 ريال قوية شوية أخي، خلي على الأقل يقلص، يعني خلي خسارة 200 وبعدين أطلع منه، وما تدري لها سحبك السحبة هذه تحت، مع السلامة. عاطفة ما فيه، في نقاط فنية، قمم هابطة، قاع كسر، موفينج أفريج كسر، وش تنتظر؟ وش تنتظر يعني؟ ثم تقول يا أخي السوق ضدي، ولا تجي تقول يا المحلل حسبي الله عليك يا شيخ بهدلتني وضيعتني انت السبب. لا يا اخي، لا 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 تحسب عليه ولا غيره. ما جاك ضربك على يدك وقال لك لا تطلع، ادخل هنا وسوي، عاد هو قال لك ادخل هنا وسوي هنا، عاد هذا مشكلته هو، الله يهديهم. بعضهم يعطي قرارات عن الغير، لكن لا تستمع لها. انت امامك اداه الان بيدك تقول لك ادخل ولا ما ادخل. طالما في المنطقه هذه لم يتجاوز متوسط 50 لا تدخل، طالما في المنطقة هذه لم يكسر متوسط 50 لا تخاف، لكن انتبه والتفت للإشارات. وما هي الإشارات؟ قلنا بدأ يعطيك قمتين هبطات الآن، يجب أن تعزز قرارك هذا بأنه يواصل صعود يكون قمة صعبة، قمة صاعدة. إن لم يكونها فعندك منطقة الدعم. وين دعمك؟ متوسط 50 والقيعان السابقة هذه اللي على اليسار، كسرها انتهى، عاطفة ما فيه، الله يرضى عليك، انتهى سهمك، انتهى راح. واضح؟ ابو محمد اسحب العرض مني ادخل، بس احتاج
دقيقتين بالضبط وأرجع أكمل. دقيقتين أبو محمد. معك معك أي بس مسألة. بسم الله. طيب نرجع لمشاركة الشاشة، نرجع للمتوسطات. بسم الله. بس قولوا لي إذا الشارت شايفين الماوس حقي يتحرك. ممتاز ممتاز. مقاطع ممتاز. طيب أنا ما راح أشغل نفسي أقرأ الآن، أنا بيشرح بعدين. طيب المتوسطات اللي نشوفها أمامنا، نلاحظ أن المتوسط اللي أمامنا الآن يمشي مع ترند اللي رسمناه فوق، لاحظته؟ فهو إشارة بأنه والله أنت بترند هابط. نلاحظ لو رسمنا ترند حقنا من المنطقة هذه، هو إشارة أنه بترند صاعد. أيضا المتوسط جالس يقول لك نفس الشيء، أنه حاول يكسر صانع السوق لكن ما قدر، رجع على طول بالشمعة اللي بعده وأغلق فوق، حاول يكسر رجع أغلق فوق، حاول يكسر طيب متى كيف أتأكد أنه كسر؟ الشمعة اللي بعدها، شمعتين الآن. كيف أتأكد أن الكسر فعلي فعلا؟ يا أخي شمعتين وقاع سابق، ايش تبي أكثر من هذا؟ شمعتين تحت متوسط الخمسين وقاع سابق مكسور، خلاص انت تحولت الى ترند هابط الان. طيب المتوسطات يوجد منها ثلاثة، وتسمى هي المتوسطات المهمة جدا، وتسمى المتوسطات التاريخية. متوسط الخمسين هو اول دليل واشارة الى تحول الموجة من صاعدة الى هابط. ولو صغرت الشارت راح تشوف الشارت كله كيف متوسط الخمسين يحمل السهم، يشيله شيل ويشتغل كمثل الدعوم، وكيف لما يكسر، وهو المنطقة اللي على فكرة لما تكسر يصير عندها كسر، هي زخم كسر قوي. خلنا ندخل على سهم سناب، ولا ترشحون أي سهم من عندكم؟ هذا سهم سناب. لاحظ لما كسر متوسط الخمسين عند المنطقة هذه كيف النزول كان عنيف قوي. شوف لما نزل بشمعة واحدة بس بعد ما كسره عنيف على طول، تلاقي يعني نزول عنيف قوي عنده. لاحظ كل ما حاول يضرب فيه يرتد من عنده بقوة، دعم قوي. كل ما حاول يكسره يرتد من عنده بقوة. طيب ليه ما أخذت ليه ما أخذت بالكسر هذا؟ ببساطة لما يكسر اللقاع السابق اللي هنا، هو التأكيد يعني من هنا، من كسر القاع هذا اللي هنا اللي قبل. أوكي بس مفروض أني أطلع من هنا طبعا، لكن خط 50 يقول لي أيضا لم يؤكد لي النزول إلى الآن، يقول لي ما هو مؤكد نزولك. لما نمشي عفوا ونشوف كذا السهم كيف، هو خط 50 شال السهم شيل فوق يحمله. كيف بالموجات العرضية هو يتمحور حوله صعودا ونزولا صعودا ونزولا إلى أن ينطلق مرة أخرى فوق، فهو يعمل عمل الترند لاينز، يعني يكون موجة صاعدة أو موجة هابطة، يكون دعم أو يكون مقاومة. فإذا كان مقاومة معناته في نزوله يحترمه، مثل ما يصير في المناطق هذه مثلا، يصعد يحاول يخترق ما يقدر في مقاومة، إلى أن اخترقها بقوة. لاحظ كيف يهبط ثم يعمل عمل دعم إلى أن يكسر. طيب ليه الكسر هذا صريح؟ لكسر للقاع هذا، صحيح أنه حاول يتماسك لكن كسر للقاع هذا. خلاص إذا القاع هذا مكسور، السهم تحت متوسط 50، السلام عليكم، انتهى انتهى انتهى. هذا النزول لم يكسر القاع اللي قبل حتى وهو تحت الخمسين، لذلك انتظر، ما تعجل ما استعجل. متوسطين آخرين اللي هو متوسط المية، متوسط المية هذا يسمى متوسط تاريخي، أيضا هو دعم ومقاومة. وطالما المتوسطات متقاطع تقاطع إيجابي عند المنطقة هذه، تقول لي كيف إيجابي؟
بأن المتوسط السريع 50 يتحرك فوق 100، هذا يسمى تقاطع إيجابي. اللي يشتغل بالأسواق الأمريكية اللي يشتري صعود ونزول، التقاطع أيضا السلبي اللي يحدث عندهم هنا ويعطيني إشارة صريحة بإني أنا أدخل في موجة أب خلاص. والمقاومات أصبحت وش هي؟ لا بتقول لي طيب الاختراقات اللي صارت من 50 وش اللي ردها هنا؟ المية، المية اللي ردتها، هذا متوسط المية اللي ما كنت تشوفه أول، اللي أطفيه، اللي ما كنت تشوفه أول هو اللي كان يرد السهم من المناطق هذه. يعني كان يموه عليك في خط الخمسين إنه تم اختراقه، تقول والله خلاص تم اختراقه، طيب حط المية، أبا 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 أبا. المية يقول لك معصي أنت وين رايح؟ تو الناس ما راح أسمح لك. المتوسط الآخر القوي جدا وهو متوسط تاريخي اللي هو 200 أيضا، وها هو 200 والمية يجتمعون عند منطقة. وأنت تعرف 200 والمية هذا لما يجتمعون منطقة واحدة أو يقفون فوق السهم سمعنا خرسانة، خرسانة لن أسمح لك أبدا. ولما يتحركون بتحرك سلبي بمعنى يتقاطعون سلبيا كلهم في منطقة واحدة، هذه معناتها أن سهمك انتهى، انتهى سلبي جدا. فهيجي يقول لك ايش رايك في سهمي؟ يقول سلبي يا اخي، هذا هو مرتد ولا غيره. ايوه صحيح مرتد بس تحت المتوسطات كلها خرسانه فوق هنا، ما هو ايجابي الارتداد هذا، ما هو ايجابي. طيب متى ايجابي؟ لما يقطع لي ال 50 كمضارب، يقطع لي ال 50 لكن لازم القي نظره على ال 100 وال 200 وين هم فيه؟ هل هم تحت هنا؟ هل هم يتحركون تحت هنا؟ ويصبح الميتين والمية والخمسين كلهم بالأسفل؟ تقول لي لا والله هو فوقه، فوقه. إذا مش تبي في السهم أو ليه تشتري من المنطقة هذه؟ إذا شرائي له كمضارب محترف، أنا أقول لك هو شرائي له هو استهدافا للمنطقة هذه فقط، أني أبيع عندها. طيب المناطق هذه هي تساعدني أيضا لتحدد لي مثل ما قلت لكم دعوم ومقاومات والمناطق الإيجابية والسلبية. الآن الفريمات، الفريم الساعتين، الساعة ما أدري إيش غيره، ما نحتاج متوسطات كبيرة، ولكن للمضارب المحترف يحتاجها أحيانا، وراح نشوف مع بعض بعد شوي. طيب وش هي الفريمات الزمنية؟ الفريمات الزمنية أنا قاعد أشتغل على الديلي، مضارب معناته على 4 ساعات، الساعة الساعتين 45، نص ساعة، 10 دقائق، 5 دقائق، هناك أدخل في الجانب المضارب، المضارب على الديلي ممكن أضارب. لكن لما أجي للشارت الأسبوعي والشهري، هذه تسمى شارتات تاريخية، هذه تحدد سلبية وإيجابية السهم تاريخيا. لما أقول لك دخول تاريخيا خلاص أنهى تصحيحة، معناتها أنهى تصحيحة، هو يتحرك الآن فوق المتوسطات، والمتوسطات مترتبة بشكل جميل، 50 ثم 100 ثم 200. وش تبي أحلى من الإشارة هذه؟ وش تبي أحلى من الإشارة هذه؟ وين رحت أنا؟ قفزت الدنيا، معلش. أوكي. لأن السهم خلنا نقول أبل مثلا، روح للسهم لأن بياناته قليلة، فلما أروح الأبل مثلا، سهم أبل في السوق الأمريكي، لاحظ كيف المحصل تقاطع إيجابي، كيف متوسط الميتين والمية والخمسين العاملين عمايل، طيب كسر هذول يعملون عمل إيش؟ هذا يعطونك إشارة متى يرتد السهم أو توقع الدعوم وين فيه. تقول والله هو نازل، وين رايح سهمي على الأسبوعي؟ والله أنا شايف أن سهمك متجه أعتقد والله أعلم هو متجه إلى منطقة 48 دولار. ليش؟ كيف عرفت؟ متوسط 50 هنا، في حال كسرها فأنت متجه إلى 42-43. ليه يا أخي؟ لأنك هنا متوسط 100، في حال كسرها فأنت متجه إلى 37، هذا الدعم اللي بعده، هذه دعوم تاريخية قوية. ايش دراك؟ متوسط 200. اوكي.
طيب متى ادخل في السهم؟ هذا هو ارتد. لا لا يا اخي، لا لا، خليه يتربع فوق المناطق هذه. هذا هو طلع فوق المناطق هذه، رجع اختبرها وطار. خليه يتربع فوق المناطق هذه. انت تبي دخول احترافي ولا حظ؟ شوف والله يا شيخ، انا سبقتك دخلت من المنطقه هذه يا شيخ وعينت خير، ما راح اصفق لك. بقول هذا ما عليه، هذا قرار متهور. انت امام متوسطات تاريخيه، تضرب من هنا ويروح ينزلك لهنا، هذا دخول متهور. انا ابي ادخل بالمناطق هذه. متى ما ادخل المناطق هذه؟ والله لما يجني ويحترمه ادخل معه. لما يعمل عمل الدعم ادخل معه الان. اقول والله هذه المنطقه اللي راح ادخل منها الان بكل تاكيد. طيب هذا هو ارتد والغيره. طيب على عيني وراسي ارتد، هذا وش من المقاومه اللي على اليسار دي اللي هنا؟ يخليه يتجاوزها يا اخي. ليه ادخل في الموجه هذه من الان لانه ارتد؟ خليه يتجاوز. اللي احنا قلنا دخول وش الشرط؟ انه يتجاوز قمه على يسارك، او النزول يتجاوز كسر، يكسر قاع على يسارك. ما تجاوزها يا اخي، لا تستعجل. هذا صانع السوق، صانع السوق هو اللي تدخل الان. وكيف نتعرف على صانع السوق؟ من الشموع، حجم الشمعه. لو قلت لك عطني صانع السوق بتقول لي هذا هو وهذا هو وهذا هو وهذا هو، يعني بنسبة قليلة دخل هنا، هذا هو هو اللي رد السهم من هنا. صانع السوق لن يسمح لك تطلع من المنطقة هذه إلا لما هو يخلص ويجمع فيها. لما يخترق منطقة هو داخل فيها، لما يخترق شمعته هو اللي داخل فيها، هذه الشمعة دي، هنا صانع السوق يتدخل ويقول خلاص تفضل ادخل معي. الآن أنا راح أحرر السهم من المنطقة هذه، الآن سهمك راح يتحرك من المنطقة هذه. لما يتدخل صانع السوق عند الشمعة هذه الحمراء هذه ويكسر فيها متوسط تاريخي، يا أخي إيش جالس تسوي؟ أنت غلطان يا معاند بحر. يقول لي كلها الكلام على التداول المضاربة. إيانا وإياك يجيك واحد يقول يا أخي عندي لك موجة حلوة، في موجة حلوة هنا على كيف كيفك يا أخي، راح نلقط فيها لقطة حلوة راح أوريك. شوف شوف شفت هذا، ادخل ترى ارتد من منطقة المية. انت عارف ايش معنى مية؟ ادخل يا شيخ، في موجة حلوة صاعدة، وقوم يضرب هنا ويجي كاسرك تحت. ليه الخطأ هذا تم ارتكابه؟ لأنك دخلت في عكس الاتجاه. أول قرار تتخذه هو أن تحدد الاتجاه. ما هو نوع الاتجاه في المنطقة هذه؟ صاعد. إذن هل أدخل في الموجات الصاعدة أم في الموجات الهابطة؟ لا، في الموجات الصاعدة، أنا مش من الهابطة. ما نوع الاتجاه اللي حاصل في المنطقة هذه؟ هذا هابط. وش القرار اللي جعل بالك أنك تدخل في موجة زي هذه؟ ما هو في موجة هابطة ولا لا؟ ليه تدخل عكس الموجة يا أخي؟ ليه تدخل عكس الموجة؟ الموجة أعطتك كل معايير اللي تحدد أن هذا سهم هابط، ترند لاين هابط. ليه تدخل ضده يا أخي؟ مو أنت ما أنت محترف، متوسط 50 تحت فوقها أصلاً، أول مقاومة له متوسط 50. ليه تدخل بالموجة هذه؟ لا تقول لي أنا محترف وبلقط السهم إن شاء الله أنه بيروح بيوقف عند متوسط 50 وبيع، ما راح تلحق. أحياناً صانع السوق ينزل لك شمعة فيها خابور طويل كذا، ها ثم يرجع يغلق تحت، ما يعطيك فرصة حتى تبيع، إلا تبيع بخسارة، إلا تبيع بخسارة. هذه الشمعة اللي تشوفها من أخطر الشمعات، من شايف جسمها من وين؟ انت ما انت شايف جسمها من وين بدا؟ من هنا الى وين؟ الى هنا. وعلى فكره هذه الشمعه كانت خضراء ولا احلى منها كذا، هذا جسم شمعه، كان شمعه خضراء مليان سمعه ولا احلى منها. لكن هل انتظرت الاغلاق يا اخي العزيز؟ عند الإغلاق نسف أبو السهم تحت، نسف السهم نزله،
ولا أعطاك فرصة. شوف كيف سحب السهم نزولا للمناطق هذه، تلاقيك داخل بقمة من هنا وهو بهدلك الآن، ضيعك. لذلك من الخطأ أنك تدخل المناطق هذه. طيب عرفنا المتوسطات، ولكن في شيء واحد لازم نعرف عن الشارت. عند التحليل السهم يفضل على اكتبوه على جنب على الورقة دي، على فريم التاريخي شهري أسبوعي، أنك تنزل إلى تحت في المنصة اللي انت فيها وفي كلمة لاغ لوغاريتمي لاغ، شوفوها هنا، شايفينها يا شباب؟ لاغ، شايفين لاغ لوغاريتمي هذه اللي تحت، فعلها، اضرب عليها، لاحظوا شو بيصير للسهم الآن لما تحول. هذا الديلي، الديلي ما راح يتغير كثير، شوفها خفيف، لاحظ حركة القمم والقيعان تغيرت معي. لكن لما أدخل على الشهري أنظر إلى الشارت بالشكل هذا، وش كيف بحلل هذا؟ كيف برسم الترند لاين هذا؟ كيف يعني برسم ترند لاين من المنطقة هذه، برسم ترند لاين من المنطقة هذه، ثم برسم ترند لاين من المنطقة هذه، وبرسم ترند لاين من قاع هذا الى القمم هذه، القيعان هذه اللي فوق. شوف كم قعدت انا ارسم فيها ترند لاينز. نفعل اللاج، شوف ايش بيصير مع الشارت الان، لاحظ راح يتغير شكله تماما، لاحظ اذا في الفريم التاريخي يفضل انك ترسم على اللاج. ليه؟ هو اللي راح يساعدك انك ترسم ترند تاريخي كبير، تعرف سهمك انت وين مقاوماته وين دعومه، وين مقاوماته وين دعومه. حتى لو جيت رسمت من هنا الى هنا تقول خلاص تحرر من الترند هذا وابتعد عنه، اذا راح ارسم من هنا الى هنا. هذا شوفها ملامس القيعان الاثنين اللي فوق هذه، وتقدر حتى من القيعان هذه ترسم من قاع هذا، لكن هذا قاع داخلي فرعي ما نعتمده، القاع هذا ملامس القاع هذا ملامس القاع هذا. إذا حصرت السهم أنا في قناة تاريخية، أعرف انهيار السهم راح أو جني أرباح عليه القوي راح يتجه إلى المنطقة هذه. لاحظ متوصل 50 وين واقف؟ مع ترند، ولذلك متوصل 50 يعمل عملة ترند، أول خط ناري هو متوصل 50، لاحظ وين واقف؟ مع ترند بالضبط. لذلك ممكن احيانا يستغني عن الترند لاين واحد ويكتب في متوسط 50. طيب وش اللي ممكن يحصل لو تم كسر الترند لاين او متوسط 50؟ ممكن يستصحيح الى هنا ثم يعاود السهم، لكن لو تم كسر هذا اوه 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 انت معناته دعومك اللي راح تتجه لها 100 ثم 200 ثم مع السلامه، اغلق تحت المناطق اللي المتوسطات التاريخيه دي، مع السلامة، أنت انتهى سهمك، انتهى تماما، انتهى تماما. راح نشوف مثال ما انتهى، معناته انتهى معناته أنه هو في موجة هابطة قوية، تصحيح معناته هو في تصحيح لما يغلق تحت المناطق هذه مثل ما حصل هنا في البداية. طيب واضح الآن اللوغاريتم مثل نستخدمه المناطق هذه. لو جيت انا وقفلت اللوغاريتمي لاحظ شكل الشارت تغير تماما، ويصعب عليك ترسم ترند لاينز. راح اغلقه وارجع للديلي. انت مضارب، وتكلمنا عن الدعوم والمقاومات اللي نستخدمها بالمتوسطات، راح اطفيها، راح اطفي المتوسطات هذه. في متوسط للمضاربة يستخدم أيضا متوسط العشرين، متوسط العشرين هذا هو، خلنا نغلق هذا متوسط العشرين، هذا يكون أقرب شيء للمضارب للشموع هو متوسط العشرين، يعمل عمل دعم أو مقاومات للموجات. ولو أضفت له الخمسين يا سلام سلم، أي تقاطعات إيجابية سلبية تعطيك إشارة بدري. طيب ما علينا، وتقدر تحط المتوسطات هذه أصغر وأصغر، هذا متوسط الخمسة، الخمسة يعطيني تقاطعات أسرع أيضا، لكنها مضارب اللحظة اللي ضارب على فريمات الدقائق ما أحتاجها، العشرين والخمسين والمئة والمئتين يكفوني. راح أطفي هذول وبيكم تركزون مع النقطة اللي جاية.
ذكرنا أن الدعوم المقاومات هي عبارة عن ترند نرسمه بشكل صاعد، ترند نرسمه بشكل هابط، أو منطقة ماشية بالشكل العرضي، الجزء العلوي يصبح منها هو المقاومة يلامس أكثر من رأس طبعاً، والجزء الأسفل يعتبر دعم وهو يلامس أكثر من قاع أو بالأسفل، ويصبح هذا هو دعم والمقاومة للسهم. وأحياناً البعض يضارب في المناطق هذه كمضاربة لحظية، أنا أتكلم نشوف السهم يتحرك بشكل عرضي، فأنت هنا في المضاربات اللحظية تنتظر السهم يرتد إلى المنطقة هذه، يرتد من هنا أنت تستهدف المنطقة السعرية هذه، من هنا تبيع تنتظر يرتد من هنا أنت تستهدف المنطقة السعرية هذه، من هنا تبيع تنتظر يصل إلى هنا، لكن ما وصل كون قمة أعلى، تحول السهم من قمة من موجة عرضية إلى موجة صاعدة الآن بقوة. لذلك في المضاربات لما أدخل مثل عفريم الساعة وأبي أضارب معه، أولا أقدر أضارب من عفريم اليوم مو شرط ساعة. القمم والقيعان اللي تتشكل هذه نرسم عندها مناطق أفقية تستخدم كدعوم ومقاومات، والدعوم الأفقية والدعوم والمقاومات الأفقية هي أقوى من الخطوط المائلة. فلما أرسم على أعلى قمة مستوى وصلها هنا، وأرسم على أعلى قمة وصلها من المنطقة هذه مثلا، وأرسم على أعلى قمة مثلا وصلها عند المنطقة هذه، أنا أفضل أجسام الشموع حتى أيضا أجسام الشموع، طيب خلها عند المنطقة هذه، بشيل هذا، أنا أبي في الموجة اللي بعدها اللي صاعدة دي. لما أجي أنا أرسم عند مناطق القمم هذه مثلا اللي هنا شفت المناطق هذه، وهذه هي أنا في منطقتين عندي هنا، شوفوها منطقتين هذه هنا القمة هذه والقمة هذه، المناطق هذه تعمل عمل دعوم للمضارب بأن لما يجني من عندها يلامسها تعطيني شمعة ارتداد أدخل معه. لما أشوف السهم يصل إليها يعجز عنها أبتعد عنها، يعني أقفل الصفقة. أوه أنا رحت إلى آخر الشارت، ما بأخذ الشارت، أنا بأمشي من البداية أساس أنه يبين لكم تشوفون كيف هذه المناطق. لاحظ القمة هذه مثلا اللي هنا، القمة هذه عندما رسمنا عليها خط كانت هي دعم للسهم هذا، بمعنى انه جاء هنا وحاول يصعد فعلا اخترقها. طيب لما صح وين راح؟ راح لنفس المنطقة يلامسها، هي اصبحت منطقة دعم قوية. هذه اللي تسمى فيها متبادل الادوار او الفليب مثلا باترن، بأن ينعكس الشكل من أسفل إلى أعلى، بدل ما يصير مقاومة يصبح الآن دعم. هذه مناطق مضاربة قوية، لما الشكل يكون لك قمة ويهبط ثم يتجاوز القمة هذه يعود اختبارها، منطقة الاختبار هذه منطقة دخول مؤكد بإذن الله. لو أضفت لها متوسط 50 أيضا يساعدك، متوسط 20 أيضا يساعدك. عموما هذه المنطقة هي منطقة الدخول مؤكد بإذن الله كمضارب. إذن الدعوم الأفقية تلاقيها قوية، ولما يرتد بالشكل هذا حين تقدر أنت أيضا تستعين به. حين تقدر تستعين أنت في خط ترند وتلامس المنطقة هذه، وأيضا تحط ترند المائل اللي يسمونه. طيب تسمى واضح الشاشة عندكم يا شباب؟ واضح المقدمة يا بريان؟ أيوة هذا اللي أبيه أنا، المقدمة.
الأشكال اللي تشكل أمامكم هذه ما هي إلا عبارة عن أنماط، وهي الجزء الأخير راح أتكلم فيه اليوم. في أشياء كثيرة ودي أتكلم فيها ولكن ما بيطول ما بيطول. أنماط السعرية هي أحد الأساليب المفروض يتخذها يتعلمها الشخص بأنه يبحث عنها في الشارت لكي يعني يعرف يحدد منها كيف المنطقة هذه تشكلت، وكيف أنا أعرف أن السهم راح يغير اتجاهه بالصعود، وهو عندما يتشكل أمامنا نمط يسمى W. هذا النمط يسمى W، هذا هو شكل حرف W بالإنجليزي ولا لا؟ هذا W يسمى نمط القاعين، القاعين. والمنطقة اللي في المنتصف من W هذا تسمى نكلاين، شوفها مكتوبة أمامك، نكلاين، اللي هي عنق، عنق النمط، نكلاين، خط العنق، خط العنق اللي هو هذا اللي يلامس المنطقة اللي في المنتصف. ترسمها أنت بنفسك، تحط جيب خط أفقي وترسمها بالشكل هذا. هذا النمط لما يتشكل أمامنا، وخاصة لما يعطينا قاعين صاعدين، خاصة لما يتشكل قاعين صاعدين، لا ننظر إلى قاعين هابطين، انتبه، نبي قاعين صاعدين، وتشكل عندي الشكل هذا. إذا أبدأ وش أسوي؟ أروح إلى النمط هذا بنفسه، أضع خطي فوق العنق وأنتظر. شو تنتظر طيب عند المنطقة هذه؟ ما علي أنا من المنطقة كلها اللي ذبذب فيها هنا، أنا علي من الاختراق اللي راح يحصل. لاحظ الاختراق اللي صار، نفس اللي ورد كيمياء من شوي، لما راح سوى رجع اختبره طار، صح ولا لا؟ طيب المنطقة هذه العنق وش تهمني فيه بالضبط؟ هذه منطقة العنق تعطيني دلالة بأن السهم تحرر من الموجة الهابطة هذه وهو باتجاه صاعد بإذن الله. طيب وش يستهدف؟ وين أنا اللي بضارب؟ كيف أعرف إلى وين أضارب؟ الأشكال والأنماط الفنية تعتمد على عمقها، فتحسب عمق النمط بخط زي هذا ترسمه أنت. لا حول ولا قوة إلا بالله. وش العمق بعد بهدلتنا؟ أقول لك وش العمق، إنك تحط خط يلامس القاعين هذول، واضح، وخط ملامس العنق اللي فوق، وتربط بينهم بخط زي هذا، تربط بينهم بخط زي هذا. طب وش أسوي فيه؟ أنا وش سويت؟ أنا رسمت أنا باليد هذه، تربط بينهم بخط زي هذا، تأخذ العمق هذا نفس اللي رسمته، الخط هذا العمق هذا اللي رسمته، وتسحبه فوق منطقة العنق، أي أن تضعه فوق منطقة العنق هنا، نفس طول الخط هذا، نفس الخط هذا طوله هو هدف سهمك، هو المنطقة السعرية اللي راح يستهدفها السهم. بس إلى هنا لا، ممكن يتجاوزها. أنت مضارب، راح يروح سهمك للمنطقة هذه بإذن الله. هل ممكن تجاوز؟ ممكن، بس أنت تبي تضارب ولا لا؟ لو كان عمق هذه 5 ريال راح أعطيك 5 ريال هنا، واضح؟ طيب قياس الهدف بأنك تسحب، تسحب نفس هذا الطول. الصورة كاملة عندكم لأني ما أشوف، في أخوان ما يشوفون الصورة، كيف ما تشوفون الصورة؟ أخونا واضح، واضح بريا. أوكي، النمط اللي تشكل أمامي W هذا، W هذا العنق حقه، أرسم فوقه خط على العنق، على منطقة العنق هذه، وخط يلامس القاعين هذول، وحتى لو كان الخط مائل ما يهم. ليه؟ لأنك تلمس، أنت ترسم على القاعين، والمفروض أن يكون القاعين صاعدين. رسمت على القاعين الصاعدين هذا أفضل، ليه؟ لأن عشان نعرف أن في ارتداد في السهم. خلاص تأخذ نفس طول العنق، العمق هذا اللي راح ترسمه من هنا إلى هنا، وتضعه فوق منطقة العنق هنا، هذا هو هدف سهمك. ممتاز.
هذا النمط هل يتشكل في القيعان؟ لا، ايضا يتشكل في القمم، ايضا يتشكل في القمم بالشكل اللي امامكم الان. وين راح؟ ليه الصوره فيها مشكله للاسف؟ نبحث دبل باتم بابس، خلينا نشوف الرسمه هذه. ظاهر ان صيغه الرسم محفوظه بشكل بصيغه مو متعرف عليها. في مشكله هنا صار ولا ايه؟ تم مزدوجه. اي انا عارف، بس مو راضي يتعرف على الصيغه، لانها صيغه بينج بي ان جي مو جي بي جي. مو مشكله، مو مشكله، نسحب العرض ولا لا؟ دقيقه ونروح لسهمنا هذا. ممتاز. طيب هل لازم النمط اللي امامي اللي يتشكل يصير بالشكل هذا؟ وين راح؟ بالشكل هذا، انه بالضبط انه يجيني انه بالضبط يجيني متشكل بالشكل هذا، صاعد لهنا ثم يهبط الى هنا ثم يهبط الى هنا بقاع اعلى شوي بالشكل هذا. لا، ما يجيك بالشكل هذا. هو ممكن لهنا يكون بالشكل هذا، وممكن يصعد الى 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 هنا، وممكن يهبط الى هنا، بس فقط في قاع صاعد ثم يصعد. هذا التجاوز اللي صار هنا للضلع، تجاوز القمه هذه حقت هذه قمه الدلع، هذا النيك لاين، عند تجاوزها بيرجع يختبرها ثم ينطلق. الان هذا هو اللي نشوفه امامنا الان، هو شكل الدبليو. هذا الدبليو هنا، بعدين هذا هو الدبليو اللي صار. هذا هو، ما هو شرط يصير سيمتريكال بالضبط ان على مستوى واحد وسطر واحد، لا لا. اهم شيء لما تشكل انك تروح عند النك لاين، عند المنطقه هذه النك لاين، وترسم عندها خط. هذه المنطقه اللي المفروض ننتظر اختراقها مثلا. فلما يتشكل مثلا هذا بحال انه كان دبليو قاعين، لكن هناك نمط اخر يتشكل بنفس الشكل، اللهم انه السهم يتجه لفوق ثم يشكل قاع ثم قمه، وقد تكون قمه هابطه اكيد، ثم يهبط مره اخرى بحال كسر النك لاين هذا، فهو يتحول من حرف دبليو الى حرف ام. لاحظتوا كيف اخذ الان المدى هذا؟ اخذ من المنطقه هذه، اخذ خط، وهو اخذ خط يلامس القمتين مثل ما كنا نلامس القاعين، وخط عند المستوى للنك لاين فوق هذا، ثم ارسم من هنا الى هنا خط، واسحب هالخط هذا الى منطقة الكسر اللي صارت. وين كسر الخط هذا؟ مو هنا. اي هذا هدف سهمي، هدف سهمي انا باذن الله عند المنطقة هذه، او قد يرتد سهمك من المنطقة هذه، قد يرتد سهمك من المنطقة هذه. والعكس الصحيح، لو كان السهم نازل ثم يختبر المنطقة هذه ثم يعاود نزول بقاع صاعد ثم يخترقها، على فكرة هل لازم يرجع يختبر؟ مو شرط، أحيانا يواصل صعود، لكن من عادة ملاحظ يعني أنه ممكن كسلوك طبيعي للسهم أنه يعود يختبر المنطقة ثم ينطلق. طيب كيف أحسب هذا؟ أحسب المنطقة هذه، القاعين اللي تحت أوصلهم بخط، ثم أخذ خط أنزله إلى من فوق إلى أسفل هنا، ثم أسحب الخط هذا إلى منطقة الاختراق
الكسر اللي صارت او الاختراق. الكسر انا اسمي الكسر نزولا لانه يكسر دعم، الاختراق اسمي صعودا لانه يخترق المقاومه، بس البعض يستخدمون كسر. كسر اعتقد هو النزول ليس للصعود. عموما وين هدف سهمي انا اذا صار؟ صار هدف سهمي عند المنطقه هذه هنا، هذا هو. طيب هل واضح شباب بشكل سريع؟ واضح ولا خاف ان شيء؟ ممتاز، الله يجزاكم خير. طيب نجي للشارت بأكمله ونطالع كذا، وانت جالس تتداول على السهم ويتحرك امامك. وفجأة تلاحظ ان السهم هذا سوالك الحركة هذه، ثم هنا ثم هنا، ثم عاود نزول، بل عاد يختبر المنطقة هذه مرة أخرى، ثم واصل نزول مرة أخرى. أول شيء راح أسويه راح أشبك بين القمتين هذه لأنه وضح لي الآن وجود حرف M. ثاني شيء أسويه راح أخذ خط وحطه على الشمعة اللي هنا. هل تحطه على ذيل؟ هل تحطه على الجسم؟ شيء راجع لو حطيت على الجسم، لاحظ هنا لما رجع احترمها تماما، ما قدر، عاد اختبارها عند المنطقة دي، احترمها تماما بذيل طويل وواصل نزول. والله تبي تحط على الجسم، إذا هي جسم الشمعة أغلقت تحتها، ما قدرت أنها تغلق فوقها، هذا شيء يعود لك أنت. لو حطيت على هنا تأخذ على جسم الشمعة يعني مو ذيلها، تأخذ خط وتحطه عند المنطقة هذه وتسحب هذا وتقول عند الكسر هذا هو هدف سهمي عشان تحتاط. لو حطيت على الجسم عشان احتاط يمكن يرتد بدري ولا شيء، أقول هذا هو السهم يحترم نفس المنطقة هذه ويرتد منها. لاحظ يحترم نفس المنطقة هذه ويرتد منها. هل ممكن يرتد من منطقة قبلها؟ لو رسمت على الذيل ممكن أن يرتد منطقة قبلها، ممكن مثل ما شايفين لأن رسمت على الذيل، بس أنا أفضل أني أرسم على جسم الشمعة وأخذ هذا الخط من عنق الشكل النمط إلى الخط في الأسفل، أسحبه. وين الكسر صار؟ هنا. أنا بأخذ حقي من هنا المنطقة هذه من 23.70 إلى 21، بأخذ حقي من السهم إلى المنطقة دي وبعد مع السلامة. طيب ما لاحظتوا شيء ثاني؟ الهدف هذا ليه وقف هنا؟ يعني ممكن تحمي نفسك أنت، بتعرف قدر المنطقة أكثر لو شفت القمة هذه اللي على اليسار، شفتها؟ هذه برايس أكشن راح نأخذها بعدين. هذه عطتني أن الهدف إلى هنا إلى المنطقة دي. لاحظتوا كيف أن المات دقيقة؟ نعم. أوكي. ممتاز. والله شفت هذا الشكل أمامي تشكل، ولو أن أنا شايف أنه تم اختراق المنطقة دي، لكن دقيقة بس بشوف شغلة يعني. المفروض أن العنق ما يتجاوز الضلع اللي هنا، ما يكون أعلى منه. ممكن تتفاداها بأنك تقول والله برسم من هنا بالمنطقة دي. عموما لو خط خط حطيته على عنق الشكل هذا وخط خط حطيته الأسفل واصل بين القاعين ذول، وثم خط يحسب مدى العنق هذا وطوله، ثم من منطقة الاختراق اللي صارت هنا تلاحظ ان هذا السهم عاود نزول، اختبر منطقة هنا وثم ارتد مرة أخرى وراح وحقق الهدف بالملي تقريبا. هذه الأنماط ايش لاحظ؟ حقق الهدف عند المنطقة هذه وجاك نازل صح، كان تقدر تاخذ حقك منه تماما. هذه من الأنماط اللي المفروض ننتبه لها، الـ W والـ M، دبل باتن دبل تاب.
هل هي الأنماط الوحيدة اللي ممكن نجدها على الشارت؟ لا، هناك أنماط أخرى. راح أستعرض معكم جميع الأنماط بعدين أنتقل إلى الشارت عشان ننهي نختم يعني. طولنا صراحة. هل واضح؟ أنا ما أشوفه طويل بالنسبة لي، لكن في مساحة تسجيل ونفس الوقت ما أبي أزعجكم وضحك يعني أطول عليكم مللكم، خاصة أنكم مختارين وقت معين محدود يعني. طيب أسحب، لا أوقف. هذه هي قمم الزواج والقاعم الزواج والمناطق اللي تحسبها من العمق وارتفاع. طيب ما شاء الله، شكرا لك أبو محمد وأخوي محمد أيضا. طيب وش اللي باقي؟ المثلثات. هذا اللي شوف المثلثات لما تتشكل، في مثلثات صاعدة، مثلثات هابطة، مثلثات متماثلة. متماثلة معناتها الضلعين مائلين، أما الثانيات اللي هو فهي ضلع مائل والثاني مسطح وبالشكل هذا اللي يسمى استمراريين، مثلثات استمرارية. راح أشرح لك. شوف الصورة هذه، لما 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 تعبنا أبو عبد الرحمن يقول تعبنا. أوكي كذا إذا نوقف. خمس دقائق وانهي. انا شايف اخواننا تعبوا هنا يقولون خمس دقائق وانهي. راح استعرض الاشكال هذه بشكل سريع. المثلثات متماثل لما يكون اثنين هم مائلين بالشكل هذا. السيمتريكال ان الجزء العلوي مسطح والاسفل مائل، وهذا اشاره الى انه مثلث استمراري، مثل ما حدث معنا هنا بالنزول الجزء الاسفل هو مسطح، الجزء العلوي هو المائل، وهذا مثلث استمراري بإشارة إلى أنه عندما يكسر معناته أن الهدف هو الاستمرار في النزول. وثم تحسب المسافة من وين؟ من أعلى قمة هنا داخل الشكل هذا لتصل من عند منطقة الكسر. هذه القمة اللي أول قمة رسمت من عندها مثلث، من نفسها هذه تحسب عندها منطقة هدف النمط هذا. هذه المنطقة اللي هنا هي هدف، هي نفس هدف الكسر اللي راح يحصل أو الاختراق. نستعرض الأشكال الثانية بشكل سريع اللي هو هذه اللي نشوفها أمامكم. خليني أتجنب الـ PNG أنا. في شخص ما شاء الله تبارك الله أعرفه في الـ Option دخل تقريبا، قولوا ما شاء الله اولا يعني تقريبا فوق الثلاثين والغير. لما يسالون الشباب يقولون كيف انت حققت ارباحك من ايش؟ يقول من المثلثات، من المثلثات فقط. يقول بس ارسم مثلثات. انا لله وانا اليه. هذا اللي لانها صيغه الصور. راح نتفادى المشكله هذه بعدين ان شاء الله. صيغه الصور أروح للشارت أفضل وأشرح النقطتين هذه بشكل سريع وبعدها إن شاء الله نختم خلاص. المثلثات أيضا يجب أن تنتبه للمثلثات، لأن المثلثات إذا تشكلت أمامك لها مدلول، والحركة التي تليها حركة انفجارية، انفجار سعري، بأنك تشوف قمم قيعان صاعدة وقمم. سويت أنا بعدين. ما واضح يا أبو ريان بخصوص المثلثات، أنت نزلت صورة؟ لا أنا أشرح الشارت الآن. واضح. لحظة، أنا ضربت مشاركة غرفة وتوقفت. ليه ما أدري، مشاركة الشاشة قصدي. هل واضح الشارت؟ غير واضح. شاشتي ما هي واضحة؟ غير واضح. سوي مشاركة الشاشة. أنا سويت بس يرفض. غريبة. هذا هو شير. دقيقة. يمكن يحتاج إني أنتظر. هل في شيء شايفين أنت ولا؟ صاعدة وقمم هابطة، يعني جالس يضيق في حركة سعرية بمنطقة معينة، في منطقة محصورة.
يعني من شكل انه يكون ضلع طويل ثم يصغر ثم يتحرك منطقه اقل اصغر ثم هذا مثلث، معناته ان هذا مثلث يتشكل امامي. فلكي احسب انتظر اختراقه، طبعا هل راح يكسر الى الاسفل، هل راح يصعد الى فوق، مجرد اختراقه وطلع فوق اقدر ادخل معه واخذ منطقه اعلى منطقه في المثلث هذا، رسمت منها انا المثلث، اضربها هنا واسحبها الى منطقه الاختراق، يعطيني هدف سهمي عند المنطقه هذه اللي هنا طبعا فوق. لو ننزل هذا عند منطقه الاختراق الغير، فيعطيني هدف الاختراق او هدف السعري للسهم اللي راح يتحرك في اتجاهه. فمثل ما انتم شايفين اتجه الى نفس المنطقه وبدا يجني صحح. فوين ما تلقى مثلثات احرص انك تراقبها وترسمها وتحدد اهدافها، لان فيها مكسب. حتى على الموجات قصيره صغيره ممكن انك تضرب ضربات جميله. العلم كيف يرسم العلم؟ بانه يرسم على قمتين ثلاثه هابطه، قمتين ثلاثه، قاعين ثلاثه هابطين مثلا عند المنطقه هذه. ليه يسموه علم؟ لانه مائل بالشكل هذا ولا ساريه بالشكل هذا هنا. فهدف هذا هو من منطقه الاختراق. وين منطقه الاختراق؟ لما تحرر من النمط، طلع منه، انك تسحب وتحط فوقه هنا ويعطيك الهدف. شوفوا عند المنطقه هذه ضرب راح له فوق. ها من منطقه الاختراق نتكلم عنها. طبعا هل هذا في ترند الصاعد فقط او ممكن في ترند الهابط؟ حتى في ترند الهابط، حتى في ترند الهابط ممكن ترسمه. بمعنى اني انا ممكن اجي، طالما اني اقدر ارسم قناه سعريه عند المنطقه هذه، هذا الشخص ما شاء الله دخل خير ما شاء الله تبارك الله. شفت منطقه الكسر وين صارت هنا؟ انا لو اخذت بس طول هذا، طول هذا من هنا لهنا، حتى لو كان بشكل مستقيم، يعني لا مو بتلقى بعضهم يرسم لك اياه بالشكل هذا، من منطقه الكسر هذه اعطاني الهدف بدقه متناهيه هنا بالاسفل، اعطاني هدف السهم انه راح يرتد من المناطق هذه. هذه العلم. ليه يسموه علم؟ قلنا لانه يحمله ساريه هذه، او يسموها عصا العلم نفسه. الدبل تابس وشرحناها. هذا هو حرف الام، شوفوا واقف هنا، هذا حرف الام داخل من العنق، منطقه الكسر يعطيك الهدف هذا ايضا. الكوب عروه، وش راس كتفين، ايش الراس كتفين؟ الراس وكتفين انه يتشكل عندي نمط شكله، من شكله كانه هو راس وكتفين، فيسمون القاع الاول كتف، ثم منطقة أعمق هي الرأس، ثم منطقة كتف آخر، ثم يعاود الاختبار. هذا الرأس والكتفين نفس ما سويت مع الدبليو والأم، تأخذ خط أفقي يربط القمتين الكتفين مع بعض، يربط الكتفين مع بعض من، وتأخذ عمق الرأس هذا، ومن منطقة الاختراق اللي صارت يعطيك هدف السهم بالضبط كان عند المنطقة هذا، عند السهم بنفس الشكل يتشكل. فأنت الضارب في السوق تنتبه أحيانا، تقول والله جالس أتفرج على سهمك، تقول والله أنا شايف، ها كأني شايف رأس كتفين، كأني ملاحظ أن في نمط سلبي، يعني رأس كتفين على القمة قاعد يتشكل، تنتبه منها طبعا على طول. خلنا أشيل هذا الآن أساس ننتبه. ايضا عندنا نمط الراس والكتفين ايضا يتشكل. هل يفشل؟ ممكن يفشل، يعني ممكن تجي هنا تقول هذا راس وكتفين عند المنطقه هذه، ترسمه من المنطقه هذه لهذه وتنتظر انه يكسر لتحت، يقوم يرتد لفوق، ممكن يفشل، وبدال الراس والكتفين يتحول الى، اذا فشل عندك النمط ممكن يتحول الى مثلث، تاخذ عمق هذا ويعطيك المنطقه هذه الى وين متجهه بالضبط من عند الاختراق اللي صار فوق.
تحسب حساب مثلث. الكوب والعروة، الكوب والعروة نفس الرأس والكتفين، نفس الرأس والكتفين. اللهم أن الكوب والعروة يتكون من منطقة عريضة، من قاع عريض صحيح كذا، ثم يرجع يشكل لي كوب هنا كأنه مقبض الكوب. شوف مقبض الكوب، هذا الكوب وهذه العروة، نفس طريقة معاملة الرأس والكتفين. ترسم من عند منطقة الكوب والعروة هذه، تنتظر اختراقها، ثم تأخذ هدف الكوب هذا من المنتصف هذا وتسحب الفوق. أنماط كثيرة، ويعطيك الهدف مرة أخرى إلى المنطقة العلوية اللي هنا. أنماط كثيرة، ما بيطيل عليكم، أنماط يعني مو كثيرة، لكن هذا الكوب العروة، رأس كتفين، الدبلي، المثلثات، العلم، هي أكثر، هي هذا الأنماط المنتشرة واللي يجب أن ينتبه لها المحلل ويحسب من عمقها إلى قاعها أو قمتها، تعطيه الهدف المنشود أو اللي راح يتجه للسهم. آخر شيء راح أوقف الآن مشاركة الستوب شيرينج، أترك لكم الأمور أنتم تبحثون. هذا مو سيمتريكال، هذا الأسندنج أو هذا ديسندنج مثلث هابط. أعتذر على الإطالة، أخذت نحن المفروض من ساعة ونص الآن ساعة وخمسين دقيقة، في معلومات كثيرة، هذا المتوسطات هذه كلها. أني أتحدث أيضا عن مؤشرات، ولكن إن شاء الله في الدروس القادمة في التحليل الموجي بإليت نستخدم المؤشرات هذه لازم. وأيضا في درس البرايس أكشن راح نتكلم في المؤشرات هذه، لكن أحب أستعرض بس مؤشر وحيد اللي هو الـ RSI. من القائمة هذه اللي فوق تكتب RSI في أي منصة تكتب فيها، Relative Strength Index، Relative Strength Index، هذا هو. بنفس إعداداته وكل شيء، لكن يجب أن ننتبه إلى منطقتين. منطقة الخمسين نأخذ خط أفقي ونضيف عن منطقة الخمسين بدقة، عن منطقة الخمسين بدقة، يعني أروح هنا وأقول خمسين. أيضا أخذ خط وحطه عن منطقة ستين وأكتب هنا ستين. هذه ما يهمني الآن هو خط الخمسين فقط. وراح أوضح لكم نقطة، خليه بشكل أعرض بعد. طيب، ما اللي يساعدك أيضا، خليني أسحب هذول تحت شوي، اللي يساعدك أيضا وأنت تنظر إلى سهمك هل هو إيجابي أو سلبي، هو تحديد منطقة الخمسين على الـ RSI أيضا، لمعرفة هل السهم في منطقة إيجابية أم سلبية. أي بمعنى أن لما أجي وأرسم ترند هابط وأنا أحتاج أضارب، مثلا أدخل مع السهم هذا مثلا، إن لم يتجاوز الخمسين فسهمك منطقة ضعيفة. لاحظ الانطلاقة في السهم هذا هو من تجاوز الخمسين، شوف هنا أعطاك القمة هذه. وين ما تشوف تجاوز منطقة الخمسين، شوفها هنا، هذه شوفها هنا منطقة الخمسين، كل ما تشوف الاندفاع إلى الأعلى، كل ما تشوف تجاوز منطقة الخمسين لاحظ الانفجار السعر اللي صار عندها هنا. وين ما تشوف تجاوز الخمسين عند المنطقة هذه نفس الشيء، الصعود القوي اللي صار. إذا الحكم على إيجابية السهم أو الموجة الصغيرة اللي قاعدة تدخلها هي من تجاوز منطقة الخمسين. أيضا الحكم على سلبية السهم هو من كسر الخمسين، لاحظ لما كسر هنا نزول، شوف النزول العنيف اللي صار، لما كسر هنا شوف النزول العنيف اللي صار، لما كسر هنا شوف النزول هذا كله اللي صار، لما كسر عند المنطقة دي شوف النزول العنيف اللي صار. فلا تعاند الموجة ولا المؤشر يعطيك، على فكرة اتخاذ قرار دخول وخروج على المؤشرات خاطئ. الأشرات تساعد وتعين فقط على تحديد، يعني تساعد على اتخاذ قرارك. اللي رجعت أتكلم عنه شيء واحد، لما تذكرون في البداية لما تكلم داو أيضا عن توافق المؤشرات مع بعضها، أيضا المؤشرات اللي عندنا الفنية اللي نستخدمها فيها النقطة هذه.
شوف لاحظ اللي سواه هنا ايش، قمتين صاعده. لما ننزل الى RSI، RSI من اجمل المؤشرات اللي تعطيك اشاره بدري ان في مشكله، يعطيك قمتين هابطه. هذا الاختلاف اللي بينهم يسمى دايفرجنس، انعكاس. في كونفرجنس ودايفرجنس، كونفرجنس اللي تحدث في الاسفل، دايفرجنس تحدث فوق. المهم ان هذا، لاحظ الاختلاف اللي بينهم عند القمه الثانيه، لما تشوف ان في قمه هابطه على المؤشر RSI اشاره جني ارباح. والعكس صحيح، والعكس صحيح، لما تشوف مثلا نزول صاير. انا اعطيكم مثال، لما تشوف مثلا نزول صاير في السهم معطي قاعين هابطين، ثم القاعين الهابطين فتلقي نظرة عليه راح تشوفه يعطي قاعين صاعدين. هنا اشارة، خليني اخذ لك منطقة احسن، اوضح منطقة اوضح. هنا 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 ايضا اشارة، وانت اثناء التداول يجب ان تنتبه لها. والله هذا جالس يسجل لي قاع هنا وقاع اخر هنا عند المنطقة دي، إلا أن الـ RSI عند نفس القاع هذا. وين راح النزول اللي صار هنا، هنا عند القاع هذا عفوا، إلى القاع هذا. لا 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 لا، مو المنطقة هذه، دقيقة خليني أمسحها بس عشان أعطيك مثال أوضح. مثال أوضح، لاحظ القمتين هذه اللي فوق، شايفهم؟ الار اس اي جالس يقول لك عند المنطقه دي، هذه القمه الاولى وهذه القمه الثانيه هابطه. هذه اشاره انه راح ينزل، يعطيك جني ارباح. فلما تنتبه للار اس اي احيانا على الفواصل الكبيره يعطيك ان في تصحيح جاي. لاحظ القمتين هذه اللي فوق هذه، ولاحظ القمتين هذه هابطة، إشارة أن فيه جني أرباح. أحاول ألقى لكم في القاع موجة تعطيك نفس الإشارة. أحيانا المناطق متقاعدة شوي، فيجب أن تكون تنتبه لها. في رسائل تصلني ولا شو الموضوع؟ تمام. إيه في تعليق عندي، شوف معلق. خلني أبحث هنا بنفس المنطقة، بنفس الساعة، مو مشكلة. نروح على فريم الساعة. لاحظ. أنت الآن جالس مضارب وتشوف السهم جالس يسجل لك قيعان هابط، عينك على الـ RSI نفس الوقت، وش جالس يسوي من أول قاع هذا؟ من أول قاع هذا سجل قاع، والقاع الثاني الهابط وش سوى؟ سجل لك قاع صاعد. من القاع الصاعد هذا الثاني أنت تعرف أن هنا في المنطقة هذه حاصل تجميع. هذه الطريقة نستخدمها أيضا في إليوت في التحليل الموجي. أنت تعرف من القاع الثاني هذا راح ينطلق السهم في موجة صاعدة. طبعا باستخدام ترند لاينز، ماشي، كل اللي تعلمناه في البداية. أنت يجب أن تعرف الانحرافات، اختلاف الانحرافات بين المؤشر والسهم إشارة بأن في جني أرباح راح يحصل. هذا جالس يعطي قمتين صاعدات، وفي نفس الوقت هنا قمتين هابطات. وش اللي صار بعدها؟ نزول على طول في السهم من القمة الثانية هذه. بس هذا اللي حبيت نوصل لكم إياه، على أساس أن تنتبهوا له أيضا أثناء التداول وأثناء المضاربات، أن كيف تحصل على إشارات مبكرة جاء المنطقة دي، إلا أن الـ RSI سجل هالقمتين هذه إشارة للنزول كل هذا اللي جاي المنطقة دي. هذا يسمى الدايفرجنس طبعا.
فواجب الانتباه، واجب لفت النظر يعني إلى النقطة هذه. بنفس المناطق هذه اللي جالسة تشكل فيها قيعان هابطة، إلا أن أرسها يعطي قيعان صاعدة، هذا إشارة تجميع واستعداد السهم للانطلاق إلى الأعلى. إلى هنا أكتفي، في إشارات أخرى وفي طرق أخرى وفي أساليب أخرى، ولكن الوقت ما يسعفنا الآن.